صباح الخير يا دكاتره. النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي 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 وبتقابلوه كتير جدا في حياتكم، وهتلاقوا حتى يعني الريلاتيفز بتوعكم ومامهاتكم وحاجات كده عارفين ايه هو التليف بتاع الرحم او فايبرويد يوترس او اسمه العلمي الاكثر خلاص مايوما، او الادق قوي 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 لايومايوما. يعني ايه مايوما؟ اوما باثولوجي مس لا يعني اللي اخذوا مين خدتوا باثولوجي كلكم صح ولا ايه؟ لما نقول على حاجه اوما دي تريبريزنت وات بناين تيومر، بالظبط كده بناين تيومر. فكلمه اوما اللي هو ما يوما، اوما بناين تيومر، او المصل ما هو مايوما فانت بناين تيومر اوف ذا مصل. اني مصل سموث مصل ولا فولنتري مصل سكيلتال مصل ولا ايه؟ لا دي سموث مصل، لا يوما بناين تيومر اوف ذا سموث مصل اوف اليوترس. احنا بنتكلم على غير يوترس اوفرز، ما عنديش مصر صغير في اليوترس. فهو الديفينيشن بتاعتنا اكس بناين تيومر اوف ذا مايوميتريوم، بناين تيومر اوف ذا مايوميتريوم. ودي مهمه جدا ان هو بيبقى طالع مش من اي حته في اليوترس، لا من المايوميتريوم، من المصل فايبرز، مش من الاندوميتريوم. ما احنا عندنا المصل بتاعت اليوترس اللي هو المايوميتريوم، وعندنا اللايننج بتاع اليوترس اللي هو الاندوميتريوم اللي خلناه ان هو 3 لايرز مش عارف اللي هو البيزال لاير والانترميديت. لا ده مش بيبقى طالع من الاندوميتريوم، ده بيبقى طالع من المايوميتريوم، بيبقى طالع من المايوميتريوم. حتى لو في مايوميتريال فايبرز موجوده في البرود ليجمنت، وفعلا البرود ليجمنت ده بيبقى فيه شويه مايوميتريال فايبرز، ممكن يطلع منه برده المايوما دي. فبالتالي اي مكان فيه المصل فايبرز بتاعه اليوترس زي اليوترس نفسه، البادي اوف ذا يوترس او السيرفكس او المصل فايبرز اللي موجوده في البرود ليجمنت دي، ممكن يطلع منها مايوما او لايومايوما، او بنقول عليه احنا كدكاتره نساء اكتر فايبرويد، لكن طبعا دكاتره الباثولوجي بيقولوا عليه لايومايوما، وده الاسم الادق العلمي. طب ليه مش بنقول عليه مايوما للست؟ ليه مش بقول لها انت عندك وترجمه لها بالعربي؟ ايه رايكم؟ هو اتس بناين تيومر اوف ذا مصل فايبرز اوف ذا يوترس. كلمه تيومر بتخض، حتى لو انت قلت لها بناين، وحتى لو قلت لها اكستريملي رير ان هو يتيرن مالجنت، يعني قليل قوي قوي قوي. وكمان عشان يتيرن مالجنت لازم بيبقى فيه سيمتومز بتحصل قبليها، فبالتالي ان يعني مش ممكن ان تنام وتصحى تلاقي ان الفايبرويد بتاعها بقى يعني ساركوما. ما هو المايوما دي هتقلب اللي هي ساركوما، فهي مش هتنام وتصحى ابدا تلاقيها هتحولت لساركوما. لازم قبليها مقدمات، ومقدمات بتاخد وقت ويعني تبريدكت ان هي هتتحول لساركوما. فعشان كده احنا بنتعامل معاه ان هو اتس فيري بناين كونديشن، اكستريملي بناين كونديشن. اولا لانه اكستريملي رير ان هو يتيرن مالجنت، ثانيا ان هو حتى لو هيتيرن مالجنت بياخد وقت، وبيبقى فيه سيمتومز واضحه جدا بتحصل قبلها ان هو يبين لك ان هو it can be transformed to a malignant condition. مش it is transformed to خلاص اتحول، لا ان هو ممكن يتحول لحاجه malignant. قبلها بيحصل حاجات كتير قوي. فعشان كده يعني انا مثلا من اول ما اشتغلت نسع من 98 في الاسم ده لحد دلوقتي انت شفت حالتين هو ماي ساركوما. فبالتالي it's extremely rare، وكمان قبلها بيحصل ان هو يعني بيبقى فيه بريدكتورز ان هو يتحول. فعشان كده اكتر بنقول عليه تليف او فايبرويد، عشان تبقى فعلا الست اللي تجيلك عندها مايوما تبقى عارفه ان هو اتس بناين كونديشن، يعني ما تبقاش ان هي قلقانه ولا طب ولازم يتشال طب وبتاع، لان هو هيتحول، ده ممكن يتحول، ده اتس بناين تيومر يتحول مالجنت. عشان كده طول عمرنا كتاب النساء بتلاقي كتير قوي من التكست بوكس تلاقي ان هو الموضوع الفايبرويد موجود من ضمن الجنرال جاينكولوجي، مش من ضمن الانكولوجي. الفيرجن الجديد بس حطوه في اول الانكولوجي، لكن غير كده لو فتحت تكست بوكس جديده، لو فتحت الفيرجن القديم بتاع كتاب الاسم، هتلاقي ان هو كان موجود في الجنرال جاينكولوجي، لانه فعلا جنرال جاينكولوجي. وانا مش ممكن اشرحه غير من ضمن الجنرال جاينكولوجي، لانه مش مع الانكولوجي خالص، ولا حتى فولوينج سكيم بتاع الانكولوجي اللي هناخده بعد كده مع بعض. فبالتالي مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الفايبرويد ده او المايوما او اللايومايوما، الثلاثه اسامي دول زي بعض. الديفينيشن بتاعه ان هو اتس بناين تيومر اوف ذا سموث مسلز اوف ذا يوترس، اللي هو بناين تيومر ارايزنج فروم ذا مايوميتريوم. ده الديفينيشن بتاعنا اللي هو يعني ايه فايبرويد. فايبرويد اللي هو بناين تيومر ارايزنج من المايوميتريوم، ومهم قوي انكم تبقوا عارفين انه من المايوميتريوم مش من الاندوميتريوم. الانسنس بتاعه از ات كومن ولا مش كومن، عشان اعرف ده حاجه مهمه ولا لا مهمه، يعني في البراكتس هنشوفها كتير كجي بيز ولا مش هنشوفها، فبالتالي تبقى ريفلكتد على برده الامتحان، لان انتوا امتحانكم كلينيكالي اورينتد يبقى ممكن يجي منه ولا لا. ده 25% of the women in the child bearing period هيبقى عندهم فايبرويد. 25%
25% ده رقم قليل ولا رقم كبير؟ كبير جدا. 25% of females اللي قاعدين معانا عندهم فايبرويد. طب ما هو ده معناه ان هو ايه كلهم هيسيمتوماتايزوا ولا مش لا اكيد ده ممكن قوي يبقوا مش سيمتوماتيك. طبعا طبعا. والا كنت شفت بقى يعني ناس ممكن تتخصص فايبرويد بس في النساء وكفايه عليها كده وتفتح عيادات كفايبرويد بس مش كده ولا ايه؟ لو ربع الستات اللي في تشايلد بيرنج بيريد عندهم فايبرويد سيمتوماتايزنج فبالتالي دي تبقى حاجه ماساويه للغايه. فما بيحصلش كده. هو فعلا الانسنس بتاعه 25% of women في تشايلد بيرنج بيريد بيبقى عندهم فايبرويد لكن اكشولي ذا موست كومن برزنتيشن ان هو اسيمتوماتيك. اكيد ذا موست كومن برزنتيشن بتاعه ان هو يبقى اسيمتوماتيك يعني مفيش سيمتومز يعني مش هديلك هيبقى اكسيدنتال ديسكفري لو انت بتعملها الفراساوند فور اني ريزن فممكن انك انت تلاقي ان دي عندها فايبرويد بس لكن غير كده انها هتجيلك سيمتوماتايزنج او كده يعني ليس كومن ليس كومن يعني موست كومن برزنتيشن للفايبرويد ان هو بيبقى اسيمتوماتيك. يبقى ده الديفينيشن ات هو اتس بيناين تومور ارايزنج من المايوميتريم المسل فايبرز اوف ذا يوترس او المايوميتريم والانس بتاعه عالي الانس بتاعه ممكن يوصل ل 25%. طب ايه السبب ان ممكن واحده يجيلها فايبرويد وواحده ثانيه في نفس السن ما يجيلهاش فايبرويد؟ تفتكروا انه يعني عشان يطلع من المايوميتريم ده يحصل له مور بروليفريشن ما هو تيومر يعني في بروليفريشن وذر ان هو كان البروليفريشن ده سيميليتنج النورمال ماسل فايبرز فبالتالي يبقى حاجه بناين كده او مش سيميليتنج وبسرعه بسرعه فيبقى متود ماليجنسي. فهو في بروليفريشن في مور بروليفريشن للمايوميتريم فايبرز. طيب ليه ممكن يحصل مور بروليفريشن؟ ها ايوه بالظبط كده. يبقى عندي استروجين اكسسيف استروجين يبقى على طول تلاقي ان هي عندها هايبر استروجينيك ستيت لان الاستروجين هو اللي بيعمل البروليفريشن فلازم الستات دول يبقى عندهم هايبر استروجينيك ستيت. فعلى طول لما تفكر ان واحده جالها فايبرويد على طول تفكر ان هي عندها هايبر استروجينيك ستيت. ما بنشوفش الفايبرويد في واحده بيفوز بيوبرتي او افتر مينوبوز يبتدي ان هو يظهر لها فايبرويد يعني دول ليه اذا كان ما فيش استروجين وهو الاستروجين اللي بيعمل بروليفريشن. فمهمه جدا جدا دي اول كلمه مهمه للغايه اللي هنعرف اول حاجه طبعا قلناها ان هو ده بناين وممكن يبقى موجود من غير سيمتومز فبالتالي مش محتاج تريتمنت مش محتاج تقل الست عشانه. ثاني حاجه مهمه قوي قوي بنقولها ان هو بيجي في الهايبر استروجينيك ستيت يعني لازم الست دي يكون عندها اكسسيف استروجين اكسسيف استروجين عن غيرها يعني دي عندها 35 سنه دي عندها 35 سنه بس اللي بيجي لها فايبرويد اكتر ان هي بيبقى عندها هايبر استروجينيك ستيت. مين الستات اللي بيبقى عندهم هايبر استروجينيك ستيت؟ زي مين؟ الاوبيز. الاوبيز طبعا لان بيبقى عندهم الفات سيلز دي بتحول اندروستين دايون لاسترون ايفن لو هو حتى ويك استروجين بس ستيل ان استروجين. فطبعا الاوبيز هتبقى مور لايبل عشان بس تبقى انت عارف شكل الست بتاعه الفايبرويد ما مهم قوي التايب اوف ذا بيشنت. فالاوبيز ايه كمان؟ انوفيليشن اللي عندهم طبعا انوفيليشن انوفيليشن يعني هايبر استروجينيك ستيت على طول يعني الاستروجين ده ان اوبوزد باي بروجستيرون. فلو واحده عندها انوفيليشن زي مين اشهر كونديشن بتاع الانوفيليشن؟ البي سي او بالظبط كده. فلو واحده عندها انوفيليشن بي سي او دي هيبقى عندها هايبر استروجينيك ستيت فعرضه اكتر ان هو يجي لها فايبرويد. طبعا طبعا. يبقى انت قلت اهو مين الستيت يعني الايتيولوجي الايتيولوجي كفايه ان احنا عارفين ان هو هايبر استروجينيك ستيت. ايوه زي مين بقى؟ حدث ولا حرج. انت عارف مين الستات اللي بيبقى عندهم هايبر استروجينيك ستيت زي ما قلت الاوبيز زي ما قلت الانوفيليشن والبي سي او. ايه كمان؟ ايرلي منارك اند ليت مينوبوز. بالظبط. لو واحده جالها المنارك فيري ايرلي والمينوبوز فيري ليت فهي تعرضت لفتره من الاستروجين اعلى من غيرها في ايرلي منارك اند ليت مينوبوز. تجي لك واحده عندها 52 53 سنه ولسه بتجي لها البيريد ما قطعتش عليها فهي هايبر وتقول لها المنارك كانت امتى عند 10 سنين ولا حاجه ففتره الاكسبوجر تو استروجين اكتر من واحده ثانيه مثيلتها جات لها مثلا وهي عندها 12 سنه وقطعت البيريد وعندها 50 سنه او حاجه زي كده ففي فتره اطول للاكسبوجر تو استروجين. مين تاني؟ ايه رايكم في الاو سي بيز يا دكاتره؟ الاو سي بيز دي معموله من ايه؟ استروجين اند بروجستيرون. استروجين اند بروجستيرون. تفتكروا الكونتنتس بتاعت البروجستيرون اللي احنا بنحطها ما دي سنسيتك كلها سنسيتك احنا اللي عاملينها البني ادم هو اللي عاملها. الكونتنتس بتاعت البروجستيرون في الاو سي بيز هتبقى اعلى من الاستروجينيك كونتنت ولا اقل؟ ها مين بيقول هو ليه اعلى او اقل؟ ما لازم نبقى احنا عارفين هو مين اللي بيعمل بروليفريشن وممكن يؤدي الى ماليجنسي او كده؟ الاستروجين. خلاص طب ما نحطوش خالص. لا لا احنا محتاجينه لان هو ده الاساسي اللي بيعمل لنا الانهيبيشن للاوفيليشن. طب وليه بنحط بروجستيرون معاه طالما هو بينهبت؟ عشان الماليجنسي والبروليفريشن وكده. فتفتكروا الكونتنت بتاعت البروجستيرون ايكوال اور اعلى ولا ايكوال اور اقل؟
ايكوال اور اعلى عشان تبقى سيف، والا انا هبقى بديها حاجه ان سيف، مش كده ولا ايه؟ ايكوال اور اعلى. فبالتالي تعمل لي هايبر استروجينك سيت؟ لا ما تعملش، لان انا بديها استروجين اند بروجستيرون وكمان البروجستين كونتنت اعلى، فيعني هيكمبيت الاستروجين اللي انا بديه لها. طب وليه حاطه لسه الاستروجين؟ عشان يعني ينهبت الاوفيليشن، عشان هي بتشتغل باي انهبيشن اوف اوفيليشن الاوسبيز. فبالتالي الاوسبيز لا، ده بالعكس، ده انا ممكن نلاقيها من ضمن التريتمنت. فاهمين ازاي؟ ده انت ممكن تلاقيها كمان من ضمن التريتمنت، لان انت بتدي استروجين بروجستيرون بس البروجستيرون اعلى اعلى، فاكنك في ات ذا اند اديت بروجستيرون خلاص بالنسبه لها. يبقى كده اوسبيز لا، اوسبيز مش هتزود. طب ايه تاني بقى؟ انت قلت الهايبر استروجينك ستيت ممكن تبقى في الاوبيز، ممكن تبقى في الانوفيليشن، ممكن تبقى في ال ايه تاني؟ ريمينال كوليت مينوبوز. طب عندي سؤال، الست البرايمي جرافيدا، برايمي يعني اول مره تحمل، او نالي جرافيدا، نالي يعني ما حملتش خالص قبل كده، وواحد ست تانية مالتي بارا. هو النالي جرافيدا او اللي ما حملتش قبل كده الاكسبوجر للاستروجين اعلى ولا للبروجستيرون؟ نفكر كده مع بعض. النالي جرافيدا الاكسبوجر، طب من غير تفكير خلاص هاخد هشوف، النالي جرافيدا اكسبوز تو استروجين اكتر ولا بروجستيرون؟ مين بيقول انها اكسبوز تو استروجين اكتر؟ مين بيقول اكسبوز تو بروجستيرون اكتر؟ بالظبط كده، النالي جرافيدا اكسبوز تو استروجين اكتر، لان البروجستيرون ده هو هرمون الحمل، بروجستيرون. فبالتالي كل ما تحمل وتردع تحمل وتردع، دي فتره الاكسبوجر تو بروجستيرون اعلى من الاستروجين، لان فترات الحمل اللي هو التسع شهور بلس فتره الرضاعه بيبقى فيها البروجستيرون هو ده اللي واخد الابر هاند. فهي قعدت يعني مثلا الاثنين، دي واحده عندها 30 سنه ودي واحده عندها 30 سنه، دي ما عندهاش عيال ولسه ما اتجوزتش، لكن دي مثلا اتجوزت وخلفت عندها ثلاث عيال. دول كل فتره تسع شهور بلس كمان فتره الرضاعه كانت اكسبوز تو بروجستيرون مور. فبالتالي النالي جرافيدا طبعا عندها هايبر استروجينك ستيت عن واحده مالتي بار. فيعني اللي عندهم هايبر استروجينك ستيت اكزامبلز، انا كاتبه اكزامبلز بس، لكن غير كده لو يجيب لكم اي حاجه انت هتبقى تشوف اذا كانت دي اكسبوز اكتر لاستروجين، يعني عندها ريلاتيفلي هايبر استروجينك ستيت ولا لا. فبالتالي طبعا النالي جرافيدا، الانوفيليشن، اللي عندها ايرلي منارك اند ليت منوبوز، اللي عندها بي سي او، الاوبيز، كل دول بيبقوا عندهم هايبر استروجينك ستيت. لو تاخدوا بالكم كلهم حاجات بناين كونديشنز، انا كاتباها، انا مش كاتبه لك مثلا مالجننت اوفيريان تيومر او استروجين سكريتنج اوفيريان تيومر، لان الاستروجين سكريتنج اوفيريان تيومر كلهم مالجننت. طب ليه مش كاتباها؟ هي من ضمن الاسباب بتاعه الفايبرويد. عشان اوريدي انا عندي مور سيريس كونديشن ادور عليها، مش هقول ان هي ايه عندها كذا، بس خلي بالك كمان انت ممكن يجيلك فايبرويد. فايبرويد ايه؟ اذا كان انا عندي اساسا مالجنت اوفيريان تيومر تقولي لي ممكن يجيلك فايبرويد، يعني فاهمين ازاي؟ فاحنا بنتكلم على حاجه كلهم ناس عاديه بناين، واحده نالي جرافيدا، واحده عندها انوفيليشن اتس بناين كونديشن، واحده جالها ايرلي منار كوليت منوبوز، كلهم حاجات طبعا فيري بناين. فكون ان هي يجيلها فايبرويد هتبقى تو بي كونسيدر. لكن واحده عندها مالجنت اوفيريان تيومر اقول لها هيجيلك فايبرويد؟ هيجيلي فايبرويد انا عندي مالجنت تيومر اصلا، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده بنتكلم على حاجه ده كله بناين. تاني يبقى احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ على الفايبرويد. فايبرويد از اكستريملي كومن، يعني فيري كومن، اكيد قابلتوه هتقابلوه كل حاجه، وكجي بي هتشوفوه كتير جدا، اللي هو بناين تيومر اوف ذا سموث ماسلز اوف ذا يوترس او بناين تيومر اوف ذا مايوميتريا. وفيري كومن ان هو يوصل، انا معايا كرسي هنا لو عايز تاخديه، في كرسي اهو. ف بناين تيومر اوف ذا مايوميتريا 25% من الستات في التشايلد بيرنج بيريد. وليه قلت في التشايلد بيرنج؟ لان بيفور بيوبرتي وافتر مينوبوز مفيش استروجين، فبالتالي مش هيجي لهم فايبرويد. يجي لهم فايبرويد منين؟ من لازم يبقى عندنا هايبر استروجينك ستيت. وقلنا ايه هما الهايبر استروجينك ستيت؟ زي مثلا النالي جرافيدز اكتر، عرضه الايرلي مينوكوليت مينوبوز، الاوبيز، الانوفيليشن كده. حتى دايما يقولوا اليوترس ده لازم يحمل بحاجه، لو ما حملش البيبي هيحمل في فايبرويد، يعني لازم هو هيحمل بحاجه. اللي مش هتحمل في بيبيهات في عيال هيبقى يطلع لها فايبرويدز، لان هي هيبقى عندها هايبر استروجينكس. فده بالنسبه للديفينيشن والانسنس، وقلنا الايتيولوجي بتاعنا اللي هو الهايبر استروجينكس بيبقى برده ليه ريشيال بريديسبوزيشن، يعني بيبقى اكتر مور كومن في سيرتن ريسز اكتر من غيرهم، ودي ملهاش اكسبلانيشن غير ان هو ريشيال او جينيتك بريديسبوزيشن. زي مين؟ زي بلاك ريسز. خلاص البلاك ريسز فعلا بنلاقي فيهم قوي عندهم فايبرويد وعرضه ان هم يجي لهم فايبرويد. يعني لما كنت بروح قوافل في افريقيا وجنوب افريقيا ومش عارف كينيا ويوجندا والكلام ده، بتلاقي عندهم فايبرويد كتير جدا، كل ستات عندهم فايبرويد، وكمان يوصل لاحجام رهيبه، تلاقيها داخله عليك تحس ان هي حامل ويطلع ان هو ده فايبرويد. ففعلا اتس فيري كومن في البلاك ريسز،
ودي معلومه مهمه لان التايب اوف ذا بيشنت مهم، يعني مهم ان انت تسسبكت انت دكتور شاطر يعني اوبزرفر شاطر. فلما تخش لك واحده هي برده من البلاك ريسز هتبقى انت تفكر برده فايبرويد، عن لو دخلت لك واحده ثانيه كوكيجين ولا مش عارف وايت ريسز ولا كده، وبرده عشان لو اشتغلت في حته ثانيه غير مصر والكلام. فده بالنسبه للاتيولوجي. بلاك ريسز انا محتاجه اشرحها ان هو اصل انا لو قلت الاسم الثاني ده ريشال ديسكريميشن يعني مش كده ولا ايه؟ فبلاك ريسز ما فيها الناس الافريكان امريكان اللي بيبقوا مثلا لونهم مختلف خلاص، فهم دول بيبقوا عرضه اكتر ان يبقى عندهم فايبرويد. اوكي ماشي. طيب الباثولوجي بتاعه مهم جدا. الباثولوجي بتاعه جراس ومايكروسكوبي وباثولوجيكال تشينجز. باثولوجيكال تشينجز دي كمان بتجيلكوا ساعات في الانيوميريشن، انيوميريت باثولوجيكال تي باثولوجيكال تشينج اوف فايبرويد. جالهم السنه فاتت كمان سؤال كده في شورت انسر كويستشن. طيب يبقى ايه هم الباثولوجيكال؟ اولا في الجراس باثولوجي يعني انت بتشوفه ازاي كويس، سايت وسايز وشيب بتاعه. السايت بتاعه ممكن يبقى موجود فين الفايبرويد؟ في اي سموث مسل ريليتد للمايميتري، يعني ممكن زي ما احنا شايفين هنا في البادي اوف ذا يوترس في المايميتري كويس، يطلع من المايميتري يطلع من السيرفكس او يبقى موجود في السيرفكس كويس، او يطلع من البرود ليجمنت. يعني ده السايت بتاعه مش بنشوف فايبرويد في حته ثانيه، ما هو لازم يبقى عندي مايميتري عشان او مايميتريال فايبرز عشان يطلع فايبرويد، فبالتالي يبقى موجود فعلا في البادي اوف ذا يوترس السيرفكس، لانه اليوترس ده فيه بادي وفيه سيرفكس. وليه بنقسمه البادي وسيرفكس؟ السيرفكس متكون من كام مصر لير؟ اثنين، لكن البادي ثلاثه. لو كانوا الاثنين زي بعض ما كنتش هقسمه، هقول يوترس وخلاص. احنا ليه بنقسمه؟ لانه البادي ده اللي هو فيه ثلاثه مصر ليرز، اوتر وانر وميدل كريس كروس، لكن السيرفكس ده فيه اوتر وانر بس ما فيهوش الميدل كريس كروس ده. فاحنا ممكن يبقى موجود عندنا في البادي اوف ذا يوترس او في السيرفكس او يطلع من البرود ليجمنت. فده بالنسبه للسايد. السايز حجم الفايبرويد ده قد ايه؟ فاريبل، ممكن يبقى صغير قوي سنتي او اقل، ممكن يوصل لحد مثلا 10 سنتي او 20 سنتي او كده، فاريبل ان سايز. طب الشيب بتاعه مدور ولا اوبل ولا ريكتانجولر ولا شكله ايه؟ مدور طبعا. اهو ما انتم شايفين اهو كل الحاجات اللي احنا مرسومه دي كلها مدوره، يعني راوندد ان ابييرنس. ولو خدت منها كات سكشن، لو انت عملت كات سكشن هتلاقي ليها وورلي ابييرنس كده، وورلي ابييرنس ليه؟ لانه هو انترليسنج من الفايبرس تيشو مع الماسل فايبر. ما احنا بنقول ان هو طالع من الماسل، لكن في نفس الوقت برده هو بيلر. انتوا شايفينه بيلر عن الماسل فايبر لانه هو فيه فايبرس تيشو، عشان كده بنقول عليه فايبرويد. عشان كده بنقول لست انت عندك تليف يا مدام، عشان كلمه اقل وطأة من لو قلت لها انت عندك ورم حميد على الرحم. طبعا ورم حميده هي مش تسمع حميده، هي هتسمع ورم، فبالتالي هو تليف، فاحنا بنقول لها فايبرويد او تليف. فهو فعلا المكان بتاعه السايت بتاعه يا اما في البادي اوف ذا يوترس يا اما في السيرفكس يا اما في البرود ليجمنت. وطبعا مور كومن في البادي اوف ذا يوترس لان ده ثلاثه مصر فايبرز، يليه السيرفكس اللي هو تو مصر فايبرز، يليه فايبرز كده يعني راندوم في البرود ليجمنت. فهو ده فعلا بالكومنست في البادي وبعدين في السيرفكس وبعدين في البرود ليجمنت. السايز ممكن يريتش اني سايز من اول سمول فيري سمول سايز لحد فيري لارج سايز. الشيب بتاعه راوندد كويس. كات سكشن بيبقى فيه وورلي ابييرنس لان هو انترليسنج ماسل فايبرز مع الفايبرس تيشو كويس. طبعا الكاونت او يعني ممكن تلاقي عدده ايه فيري فاريبل برده، ممكن يبقى مالتيبل فايبرويد بالذات في البادي اوف ذا يوترس، او يبقى سنجل زي في السيرفكس او في البرود ليجمنت. فممكن يبقى سنجل اور مالتيبل فايبرويد، يعني اليوترس يبقى مالتيبل فايبرويد يوترس، وصفه كده حتى في السونار تلاقيهم واصفينه ان هو مالتيبل فايبرويد يوترس، او سنجل مايوما ويوصف لك المايوما دي شكلها ايه او قد ايه او كده كويس. والكونسستنسي بتاعه اخبارها ايه؟ سوفت ولا هارد ولا فيرم ولا ايه؟ ايه رايكم؟ ها؟ فيرم لا يعني اللي هو ليست هارد زي البون، ونوت فيري سوفت طبعا مش سوفت قوي خلاص، لانه فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو لازم يدي فيرم ان كونسستنسي وليس سوفت. وانتم عارفين الفيرم اللي هو زي التيب اوف ذا نوز، والسوفت اللي هو اللوبيولوكس ايه. فهو بالتالي الكونسستنسي بتاعته بتبقى فيرم ان كونسستنسي لان هو في فايبرس تيشو مع الماسل فايبرز. فده بالنسبه للجراس باثولوجي. لو انت بصيت على الفايبرويد داتا جراس باثولوجي هتلاقي
هو احنا شفنا الصور دي اهو كويس، او بنشوف الصور دي مع بعض اللي هو ممكن يبقى مالتيبل، طبعا مالتيبل فايبرويد يوترس كويس، وممكن يبقى لو خدتوا بالكم من الصور دي هو طالع من المايوميتري، ايوه طالع من المايوميتري، ممكن يفضل انسايد المايوميتري، وده بنقول عليه انترستيشال او انتراميورال، يعني يفضل انسايد المايوميتري كويس، يعني في صور اهو انسايد المايوميتري زي اهو ده فاضل انسايد المايوميتري، او ان هو يبتدي يخش على الاندوميتريال كافيتي، او يبتدي يطلع بره على السيروزال سيرفيس. اوكي يعني ممكن او يبقى انترستيشال او انتراميورال انسايد المايوميتري اتسلف، ويفضل انسايد المايوميتري اتسلف، او ان هو ينكروتش على الكافيتي نفسها الاندوميتريال كافيتي، ودي يعني تحت الميكوزا بتاعت الاندوميتريال كافيتي فبنسميه سبميوكس فايبرويد، سبميوكس فايبرويد، او يطلع بره على السيرفيس، السيرفيس عند البريتونيوم كفرنج بتاع اليوترس ونسميه سبسيرس مايوما. فالمايوما ممكن تبقى انترستيشال مايوما او انترميورال، ممكن تبقى سبميوكس مايوما يعني تشوفها انسايد ذا يوتراين كافيتي، او تبقى سبسيرس مايوما يبقى تشوفها انسايد ذا بريتونيوم كافيتي. والانترستيشال دي ممكن تكبر اكتر، تبقى سبميوكس، تبقى انترستيشال تو سبميوكس، او انترستيشال تو سبسيرس عادي. وممكن برضو السبميوكس مايوما دي تبتدي يبقى لها باديكل وتبقى بيدنكليتد سبسيرس مايوما، يعني ممكن يبتدي ان هو يبقى لها باديكل، يعني لان اليوترس مع كل شهر بيحصل الكونتراكشن بتاعت عشان يحصل شيرنج للاندوميتريوم ومنسز، ما هي ست في تشايلد بيرنج بيريد، ما هنتكلم على كل دول في تشايلد بيرنج بيريد، فمع الكونتراكشن عشان الشادنج فممكن كمان يخلي المايوما تبقى بوش، لو هي تورز الاندوميتريال كافيتي تبقى بوش تورز مور تورز الاندوميتريال كافيتي، فالانترستيشال تبقى سبميوكس، وممكن كمان السبميوكس دي تقلب تبقى بيدنكليتد سبميوكس. ونفس القصه لو هي تورز السبسيرس برده ممكن تبقى بيدنكليتد سبسيرس، يبقى لها كده. طب ايه فكره ان هو يبقى لها باديكل ومش يبقى لها باديكل؟ يعني ما هو سبميوكس وسبسيرس وانترستيشال، ايه المشكله ان هو يبقى لها باديكل؟ يبقى لها باديكل ان هي ممكن تطلع لو هي مثلا سيرفايكل او لو لو يوتراين، ممكن تلاقيها انها طلعت بره السيرفكس وتبقى موجوده في الفاجينا. الست وهي مثلا بتتشطب بتاع تقول لك انا حاسه ان في ماس بروترودنج من السيرفكس او ماس انسايد الفاجينا، انت تيجي تفحصها تلاقي في ماس وبيخش في الديفرنشال دايجنوزس بتاع ماس بروترودنج فروم ذا فالفا، لو كبر قوي الفايبرويد البيدنكليتد فايبرويد ده ونزل. بلس في حاجه ثانيه مهمه، هو الفايبرويد بياخد البلس سبلاي بتاعه منين؟ لو احنا بنتكلم على الانترستيشال ده، يعني حاجات الانترستيشال اللي هو دي جوه، بتاخد البلس سبلاي بتاعها من السنتر ولا من البريفري؟ ايه رايكم؟ بتفتكروا كده البلس سبلاي بتاعها هيجي لها من البريفري ولا من السنتر؟ مين بيقول من البريفري؟ مين بيقول من السنتر؟ طب اللي قال من البريفري ليه من البريفري، واللي قال من السنتر ليه؟ اللي قال من البريفري ليه بيقول من البريفري؟ ها؟ السراوندنج، لان هو ما فيش حاجه، احنا قلنا بلاد سبلاي في النص فهو السراوندنج، فبالتالي هتاخد بلاد سبلاي كده من البريفري بتاعتنا، الدايره دي هتاخد من البريفري فهيخش لها من البريفري. طب اللي قال من السنتر جايلها منين؟ من السنتر؟ لا هي من البريفري فعلا، هو بتاخد البلاد سبلاي فعلا من البريفري، بتاخد البلاد سبلاي من البريفري. اوكي فالفايبرويد بياخد البلاد سبلاي بتاعه من البريفري، فبالتالي الحته السنتر دي هتبقى الليست فاسكولار ولا الموست فاسكولار؟ الليست فاسكولار. عشان كده لو جينا بنتكلم على باثولوجيكال تشينجز في الفايبرويد هتحصل الباثولوجيكال تشينجز دي في السنتر، هتبتدي في السنتر لان هي اللي واخده ليست بلاد سبلاي. فلو قلنا فيها هاي لاين ديجنريشن اللي هو الماسل فايبرز والفايبرز تيشو دول اللي هيبتدوا يبقوا ابزورب ويبقوا يستبدلوا بهاي لاين ماتيريال، او كمان يبقى الهاي لاين ماتيريال دي ابزورب وتتحول لسيستيك اريا او باكيوليتد كده جوه كويس، هاي لاين او سيستيك ديجنريشنز. اوكي دول انواع من الديجنريشنز بتحصل، موست كومن الهاي لاين ديجنريشن كويس. فالحاجات دي هتحصل في السنتر اكتر، ليه في السنتر او هتبتدي من السنتر؟ ليه هتبتدي من السنتر؟ لان هي الليست فاسكولار. في حين ان هو لو جينا نقول مثلا على كالسيوم ديبوزيشن او فات ديبوزيشن او كده، الكالسيوم ده بيبقى موجود في السيركيليشن، موجود في السيركيليشن، فهيجي اكتر هيبقى ديبوزيتد في البريفري كويس، هيجي اكتر يبقى ديبوزيتد في البريفري. فلو في كالسيفيكيشن بتبقى في البريفري وتدي لك شكل اكشل كده لو جيت تعمل اكس راي، لانه طبعا ده كالسيوم فهيبان، هيبان بالاكس راي، يعني مش محتاج اصلا انك تعمل له الترا ساوند، يعني انت لو بتعمل اكس راي فور اني ريزن فهتلاقي على البريفري موجود، لانه الكالسيفيكيشن او الفاتي ديجنريشن بيحصل في البريفري، في حين ان الهاي لاين ديجنريشن والسيستيك ديجنريشن يحصل في السنتر لان هو الليست فاسكولار. طيب انت كل ده كنت المفروض بتشرحي في الباديكل، امال ايه قصه الباديكل؟ لو هو بيدنكليتد هيبقى البلاس سبلاي يجي منين؟
لو هو بيدنكليت زي اللي نازل ده البلاس بتاعي بتاعه هيجيله منين؟ من فاديكال بالظبط كده من فاديكال بيدنكليت يبقى هيجي من فاديكال فبالتالي الحته اللي فيها ليست بلاس بلاي هتبقى ايه؟ الحته التيب بتاعت الفايبرويد ده فبالتالي وده مهم لانه ليه امبليكيشن لو ما كانش ليه امبليكيشن ما كنتش عارف اطول فيه ده ليه امبليكيشن فده مهم فبالتالي احنا عندنا لو هو بيدنكليتد بيجي بقى البلاد سبلاي من الفاديكل ده فالحته اللي فيها ليست بلاد سبلاي او اقل بلاد سبلاي موجود هتبقى في التيب اوف الفايبرويد نفسه هو ده اللي ممكن يحصل فيه بقى انفكشن او نيكروزس او كده لان هو واخد بلاد سبلاي قليل جدا فهيبقى ده التيب اوف التيب اوف ذا فايبرويد الليست بلاد سبلاي هنا هيبقى التيب اوف ذا فايبرويد تاني يبقى احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على الفايبرويد وقلنا الفايبرويد ده يعني مايوما او لاي مايوما اتس اكستريملي كومن موجود في 25% اوف ذا فيميلز ان ذا تشايلد بيرنج بيريد ودو تو ايه هايبر استروجينيك ستيت لازم يبقى في استروجين عشان يالاو البروليفريشن البناين بروليفريشن بتاعه المسل فايبرز ده اي ست عندها هايبر استروجينيك ستيت او ان اوبوزد استروجين يبقى ساعتها عرضه ان هي يطلع لها فايبرويد يوترس طب الباثولوجي بتاعنا في جراس ومايكروسكوبي وباثولوجيكال تشينجز الجراس قلنا ان هو ممكن يطلع السايت اما من البادي اوف اليوترس او السيرفكس لكن مور كومن طبعا في البادي وبيبقى مالتيبل فايبرويد في البادي لكن ممكن يطلع من السيرفكس الليست كومن من البرود ليجامنت ده السايت السايز اني سايز الشيب بتاعه هو راوندد والكات سيكشن بتاعه وورلي ابييرنس والكونسيستنسي بتاعته فيرم لان هو في فايبرس تيشو وماسل فايبرز فعشان كده الكونسيستنسي بتاعته بتبقى فيرم وبعدين الاعداد قلنا ممكن يبقى مالتيبل في البادي لكن بيبقى سنجل عامه في السيرفكس او في البرود ليجامنت جينا بعد كده للباثولوجيكال تشينجز قلنا الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل فيه ديجنريشن الموست كومن تشينج اللي ممكن الباثولوجيكال تشينج يحصل ديجنريشن ايه الديجنريشن دي يا اما هايلاين ديجنريشن ان ذا سنتر يعني ما بيحصل ابسوربشن للفايبرز والماتيريال والماسل فايبرز وتتحول لهايلاين ماتيريال ودي الموست كومن باثولوجيكال ديجنريشن ممكن تحصل او كمان السيستيك ديجنريشن طب الكونسيستنسي هتبقى ايه في الهايلاين وفي السيستيك يا دكاتره سوفتر بالظبط كده هيبقى الفايبرويد بعد ما كنت بتعمل اكزامينيشن تلاقيه فيرم انكونسيستنسي هيبقى سوفت انكونسيستنسي لان بقى عندك حاجه هايلاين ماتيريال او بقت سيستيك ماتيريال فما بقاش موجود الفايبرز والمايونيتريم ده او ان هو يحصل لها انفكشن ونكروزس وكده ودي بتبقى في الحته اللي فيها ليست بلاد سبلاي عامه بتبقى في التيب اوف ذا بيدنكليتد مايوما لان دي الحته اللي بعيده قوي عن بلاد سبلاي فممكن يحصل منها نكروزس ممكن يحصل فيها انفكشن ودي بتبقى في التيب بتاع البيدنكليتد مايوما فدي التشينجز اللي ممكن تبقى موجوده فيها اللي هو الانفكشن او النكروزس امتى يحصل له اتروفي الفايبرويد يعني كان عندها فايبرويد وانت بتتابعها كده كل سنه عادي بتعمل روتين تشيك اب لقيت الفايبرويد ده صغر بدل ما كان 5 سم بقى 4 سم او بقى 3 سم امتى يحصل الكلام ده ها لو ايه لو بلاد سبلاي قل امتى البلاد سبلاي قل منوبوز طبعا منوبوز مش بنقول هايبر استروجينيك ستيت طب ما في المنوبوز ما عندهاش استروجين دايما نفكر واتس كومن از كومن واتس كومن از كومن خلاص طب هو كده الكلينك باكس هو كده الفرق دكتور من التاني اللي هو كده يعني بي اوبزرف ايه ده حاجه عاديه ايوه ما هي الحاجه العاديه خالص لازم تفكر فيها في الاول وبعدين بقى بعد كده تفكر في الريموت خلاص فطبعا الاتروفي ده بيحصل في المينوبوزال يعني يبتدي يحصل اتروفي للفايبرويد لان هو اساسا بيجرو مع الهايبر استروجينيك ستيت ما هي بقت مينوبوزال فالاستروجين هيقل عشان كده لو جات لك واحده عندها 49 سنه بتشتكي من فايبرويد طب ما احنا ممكن انت قربتي تخشي على المينوبوز لو السيمتوم مش سيفير قوي احنا ممكن يعني نقضيها لحد ما تخش في المينوبوز وتبتدي يحصل اتروفي للفايبرويد لانه اتس بناين كونديشن فممكن الباثولوجيكال تشينجز اتروفي زي في المينوبوز نيكروزس او انفكشن زي في التيب بتاع البيدنكليتد مايوما مالينا ترانسفورميشن اكستريملي رير زي ما قلنا وفي كرايتيريا فور مالينا ترانسفورميشن ان هو يحصل لها رابيد جروث يعني تلاقي ان احنا بنتابع دايما بنقول لهم الحجم بتاع الفايبرويد ده كل سنه بتجيلي يا مدام عشان نشوف المفروض ان هو بيكبر يعني سنتي في السنه لو لقيت ان هي مثلا جات لي وبعدين بعديها جات لي بشهرين تقولي لا انا حاسه بطني كبرت ولقيته رابيد جروث ساعتها هتقول ده ممكن يحصل له مالينا ترانسفورميشن او تبقى هي منوبوزل يعني ما عندهاش استروجين ونلاقي ان الفايبرويد ده ابتدى يكبر فبالتالي في بريدكتورز للمالينا ترانسفورميشن ان هي تحصل ما بتحصلش كده بين يوم وليله واكستريملي ريت مع ان في بريدكتور برده اكستريملي ريت فعشان كده بنتكلم عليه ان هو اتس بناين كونديشن ديجنريشن او باثولوجيكال تشينجز ديجنريتيف تشينجز هايلاين ديجنريشن which is the commonest او عليها سيستيك ديجنريشن فاتي ديجنريشن كالسيفيكيشن بيحصل اكتر في المينوبوز لانه محتاج لونج ستاندنج عشان الكالسيوم ده يديبوزيت ويعمل لنا هذه الكالسيفيكيشن ف
فده بنشوفه اكتر في المينوبوز. طب لو واحده مينوبوزل وعندها كالسيفيكيشن على الفايبرويد اكسبكتد ان هو ياتروفي؟ لا، هيفضل حجمه زي ما هو. طب مضايقها؟ ما هو مش هيضايق حاجه، هو بقى كالسيفاي ومش يعني، بس مجرد ان هو موجود. فهو كل ما نعمل لها سونار كل سنه هنلاقي عندك فايبرويد 3 سنتي، عندك فايبرويد 3 على طول، فاضل عندها فايبرويد لانه مش هيكبر، ما هو ما فيش استروجين ولا هيصغر لانه كالسيفاي، فمش هينفع ان هو يبقى اتروفي. فده بالنسبه للكالسيفيكيشن. في حاجه اسمها اخر باثولوجيكال تشينج اسمه ريد ديجنريشن او نيكروبايوزس. نيكروبايوزس يعني انكمبليت نيكروزس. يعني ايه؟ during pregnancy في استروجين طبعا عالي وبروجستيرون عالي، كويس؟ فبيحصل، بس البروجستيرون كونتنت اعلى ولا الاستروجينيك كونتنت وهي حامل؟ بروجستيرون طبعا، ما هو اسمه جيستيشن اللي هو هرمون بتاع الجيستيشن هو البروجستيرون، فبيكبر حجمه قوي. لكن في نفس الوقت برده ده في بروجستيرون بيكمبيت الايفكت بتاعه، فعشان كده بيحصل له حاجه اسمها incomplete necrosis. ما بيبقاش نيكروتيك عشان البروجستيرون لسه في عندنا برده استروجينيك كونتنت، فبيحصل حاجه اسمها incomplete necrosis او نيكروبايوزس او ريد ديجنريشن. دي فيري سبيسيفيك وفيري بيكيولير للبريجنسي، يعني ما بتحصلش الريد ديجنريشن دي غير في البريجنسي، لان ما فيش كونديشن بيبقى فيها استروجين كتير قوي ومعاه برده بروجستيرون كتير قوي غير هو البريجنسي. فبالتالي بيحصل في البريجنسي حاجه اسمها ريد ديجنريشن during pregnancy. يعني ممكن لما اعمل الترا ساوند لوحده بريجننت كان عندها فايبرويد او بتدي لي هيستوري اوف فايبرويد يوترس مثلا 3 سم 4 سم 5 سم during pregnancy هلاقيه كبر قوي، هيبقى كبر اكتر، ممكن يوصل لحد 7 10 سم. وممكن كمان يعمل لها بين، يعمل لها بين. بنقلق قوي من الفايبرويد مع البريجننسي عشان ايه؟ يحصل كونتراكشنز جامده لان هو بيكبر، فهو ده حاجه ابنورمال موجوده انسايد اليوترس. دايما اليوترس يقعد يكونتراكت طالما ان هو في حاجه ابنورمال لحد ما تنزل، زي في الابورشن. هناخد في الابورشن بعد كده ان لو لسه في انكمبليت ابورشن او في كونتنس على طول يحصل برده في كونتراكشن او سباز عشان ينزل البيبي. طب ليه ما بيعملش كده في البيبي؟ ما في بيبي جوه، عشان بروجستيرون عالي قوي، عشان بروجستيرون عالي قوي بروجستيرون بيريلاكس. عشان كده من ضمن الثيوريز تو ستارت ليبر ان هو البروجستيرون كونتنت ابتدى يقل عشان الايجنج بتاع البلاسنتا، فبالتالي ابتدى اليوترس يحصل له كونتراكشن. دي بس حاجه عشان نبقى بنفكر، طب ما هو في بيبي ما ليه مش بينزل هذا البيبي. طيب يبقى تاني نرجع للريد ديجنريشن. الريد ديجنريشن او البريجننسي ان هو وجود الفايبرويد، وجود الفايبرويد في الماسل وول بيخلي ان هو بيحصل شويه كونتراكشن، فعشان كده بنديها اناجيزكس وحاجات تقلص عشان تريلاكس اليوترس لحد ما البريجننسي يكونتينيو. طب ليه ما اخشش اشيله؟ ايه رايكم؟ بالظبط، انا مش هشيل اليوترس، انا قصدي هشيل الميومه. ليه ما اخشش اشيل الميومه؟ طبعا هعمل ديستربنس للكرنت بريجننسي، ممكن قوي يبقى اسوشيتد معاها ابورشن، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي ما ينفعش. بلس ان هو بلس سبلاي هيرويك، دي ست حامل، ده اليوترس بتاعها بدل ما كان 50 جرام بقى كيلو، وزنه بيكبر قد كده وحجمه بيكبر قد كده عشان البلس سبلاي اللي جاي له، فطبعا حصل لها هيرويك بليدنج، فما ينفعش. بلس ان هو في فولس تشينج او اكشولي انكريز ان سايز، لكن مثلا هي شي ديليفرز كل السايز ده هيقل لان بلس سبلاي قل، الاستروجين كونتنت قلت، فعلى طول هيحصل يعني ديكريز ان سايز او اتروفي شويه لهذا الفايبرويد. فعشان كده during pregnancy يو نيفر ريموف مايوما خالص، ما بتقربش منها. عشان كده الريد ديجنريشن دي ميديكال تريتمنت، ميديكال تريتمنت اللي هو اديلها اناجيزكس، اديلها توكاليسز يعني حاجه تريلاكس اليوترس، لكن ما بتقربش منها، ما بتقربش منها لانه هتديسترب البريجننسي اللي موجود. بلس ان هو هيبقى فيه سيفير بليدنج، الست هتقعد تنزف منك كتير قوي قوي قوي، ممكن انت ما تلحقهاش حتى بالبلاد ترانسفيوجن. بلس ان هو وليه اشيله؟ ما هو هيصغر لوحده، يعني ممكن قوي هيرجع يصغر ويبقى اسيمتوماتيك زي ما كانت قبل ما يحصل بريجننسي. فده بالنسبه للنيكروبايوزس او الريد ديجنريشن. في سؤال لحد دلوقتي؟ definition instance etiology pathology. لا هي مش حاجة حلوة لان بيبقى فيها pain، يعني symptomatizing pain، خلاص؟ فعشان كده هي مش حاجة حلوة، ده بيبقى فيه pain بلس بتبقى قلقان من ال contractions اللي بتحصل دي لحسن تخلي يحصل abortion او preterm labor. فعشان كده لازم يبقى ليه treatment، بس treatment is medical. medical in the form of ان انا بديلها analgesics عشان البين، والتوكاليسز عشان يريلاكس الكونتراكشنز اللي موجوده دي لحد ما الكونديشن تريزولف. مش بتفضل معاها طول الحمل، يعني هي بس بيبقى سيرتن تايم لما الليفل بتاع الاستروجين بروجستيرون يعني، لكن بعد كده بتريزولف خلاص، يعني هي بتبقى سيلف ليميتنج كونديشن. بس لما يحصل بنبقى اكسبكتنج انه يحصل ممكن ريد ديجنريشن او نيكروبايوزس ديورينج بريجننسي، بنبقى عارفين
ان هو يعني حتى لو جات تقولي عن سيفير بين بتاع معلش يا مدام ده عشان بس التلايف اللي عندنا كبر شويه وبتاع، هناخد مثبتات وهناخد حاجات مسكنات وكده لحد ما الكونديشن تريفول. اوكي، فده بالنسبه للنيكروبايوس. طب ايه الكلينيكال بيكتشر اللي هتجيلي بيها الست بتاعت الفايبرويد؟ هتجيلي تشتكي من ايه؟ اولا التايب اوف ذا بيشنت، البيشنت دي سنها قد ايه؟ تشايلد بيرنج بيريد. بالظبط كده، تشايلد بيرنج بيريد. ناني جرافيدا ولا مالتي بارا اكتر؟ ناني جرافيدا. الريس بتاعها غالبا بلاك ريس. طبعا احنا مش بنتكلم قوي على الريس هنا في مصر لان كلنا نفس الريس تقريبا، بس برضه عشان تبقوا انتوا مايند بكده. فده التايب اوف ذا بيشنت. التايب اوف ذا بيشنت از اكستريملي امبورتنت عشان ما تجيلكش واحده منوبوزل تفكر قوي ديفرنشال دايجنوز فايبرويد، انا يعني عندي مشكله. فبالتالي لازم تبقى انت عارف التايب اوف ذا بيشنت. كلينيكال بيكتشر، هتشتكي بقى الست دي من ايه؟ ها ايه رايكم؟ ممكن ما تشتكيش خالص ويبقى اكسيدنتال ديسكفرد ودي الموست كومن بريزنتيشن. طب لو في بريزنتيشن، لو في سيمتوم، هيبقى السيمتوم ده ايه؟ ها بليدنج. بالظبط كده، ولازم تقولوا لي بليدنج بقوه. ليه؟ لان احنا بنقول ان هو ممكن يبقى انترستيشال او سبميوكس او سب سيرس. اكتر واحد يعمل تفتكروا البليدنج، والبليدنج ده نوع ايه؟ فاجينا طبعا بليدنج، احنا مش بنتكلم عن كلمه فاجينا بليدنج ولا ابيستاكسس ولا كده، فطبعا برضه لازم تقولوا نوع فاجينا بليدنج. ماشي، فاجينا بليدنج. البليدنج ده اكتر هيجي في السابميوكس ولا الانترستيشال ولا السابسيرس مايوما؟ مين بيقول سابميوكس؟ ليه بقى في السابميوكس؟ هي هو فعلا في السابميوكس ليه؟ لان هو دي اللي داخله انسايد ذا كافيتي، فبت انكريز السيرفيس اريا اوف ذا اندوميتريم. اندوميتريم مش انت بتقولي ان ده مايوميتريم؟ ايوه مايوميتريم، بس المايوميتريم ده بيبقى كفرد باي اندوميتريم، فبدل ما الاندوميتريم يبقى ماشي بس كده، لا بيبقى كفرنج كل الفايبرويد، فبالتالي وي انكريز او حصل انكريز للسيرفيس اريا اوف ذا اندوميتريم. يعني الاندوميتريم اللي موجود اللايننج بتاع اليوتراين كافيتي حصل انكريز للسيرفيس اريا بتاعته، فبالتالي جورنج شادنج، جورنج شادنج يعني جورنج منستريشن هيبقى عندها حاجه اسمها مينوراجيا. مينوراجيا يعني اكسسيف منسترال بلاد فلو. مينوراجيا. امال ميتروراجيا يعني ايه؟ ميتروراجيا يعني الريجولر فاجينال بليدنج، يعني بين المنسز والثانيه يحصل لها بليدنج. فدول تو ترمينولوجيز مهمين انك انت تبقى عارفهم والفرق بينهم. كلمه مينوراجيا، مينو منسز، راجيا اكسسيف يعني اكسسيف منسترال بلاد فلو، يعني ريجولر بس اكسسيف. بدل ما كنت تقعد عليها 3 ايام بقت تقعد عليها 6 ايام. بدل ما بتشينج مثلا 3 to 4 باتس بير داي بتشينج مثلا ممكن 10 باتس بير داي ويبقى في بلاد كلوتس. وجود البلاد كلوتس ده بيسيجنيفاي ان عندي سيفير فاجينال بليدنج. فده كلمه مينوراجيا. امال ميتروراجيا؟ لا ده الريجولر شادنج، يعني اللي هو ايه بين المنسز والثانيه يحصل لها كده سبوتنج كل شويه، سبوتنج كل شويه. الست بتاعت الانوفيليشن يجي لها مينوراجيا ولا ميتروراجيا؟ ها اللي عندها انوفيليشن يا دكاتره، احنا اتكلمنا على انوفيليشن قبل كده كويس، يجي لها مين بيقول يجي لها مينوراجيا؟ مينوراجيا الانوفيليشن يجي، مين بيقول يجي لها مينوراجيا؟ ومين بيقول الانوفيليشن يجي لها ميتروراجيا؟ طب اللي قالوا مينوراجيا ليه يجي لها مينوراجيا؟ هو الانوفيليشن دي بيجي لها ريجولر فاجينال بليدنج؟ لا ده احنا بي وانس اوفر جرون بلاد سبلاي السوبرفيشال لايرز هتبتدي يحصل لها شادنج. ايوه امتى شادنج؟ ده انتوا المره اللي فاتت انتوا اللي رديتوا عليا وقلتوا لي الريجولر، ما نعرفش يعني ممكن يحصل لها بعديها باسبوعين ثلاث اسابيع اربع على حسب الجرافت وبعدين النكروزز بتاع السوبرفيشال لاير والشادنج. فبالتالي الانوفيليشن بيجي لها مينوراجيا ولا ميتروراجيا؟ ميتروراجيا طبعا. بتاعت الانوفيليشن اللي هي عندها مايونيتريال ولا اندوميتريال باثولوجي؟ الانوفيليشن. ركزوا معايا يا دكاتره، على فكره الحاجات اللي انا بقولها دي مش هتلاقوها مكتوبه في الكتاب، بس اتس اكستريملي امبورتنت انك تبقى عارف الكلينيكال تيبس عشان تعرف تحل الكيسز، عشان تعرف تحل العيانه اللي تجيلك. دول حاجات بتيجي باي يعني اكسبيرينس كده انك انت تشوفها كتير كتير، فدي تيبس مهمه، تيبس مهمه. الست بتاعت الانوفيليشن عندها اندوميتريال باثولوجي ولا مايونيتريال باثولوجي؟ اندوميتريال باثولوجي. احنا بنقول سوبرفيشال لاير بروليفيتيف اندوميتريال، اندوميتريال باثولوجي. فبالتالي الاندوميتريم ده هو اللي بيحصل له الريجولر شادنج. فبتاعت الانوفيليشن تجي لك بمينوراجيا ولا ميتروراجيا؟ ميتروراجيا. فوانس ان الست اشتكت من ما هي مش هتجي لك تقول لك انا عندي اندوميتريم باثولوجي، ما انت تقول لها انت عندك بقى ميتروراجيا، هي هتجي لك بالعكس تقول لك انا عندي ميتروراجيا، فانت اللي تشوف هي عندها ايه، مش كده ولا ايه؟ فاللي يجي لك عندها ميتروراجيا او الريجولر فاجينال بليدنج تفكر انت في اندوميتريم باثولوجي. لكن لو هي جايه لك بمينوراجيا اكسسيف ريجولر فاجينال بليدنج يبقى تفكر في مايوميتريال ليجن، واول مايوميتريال ليجن احنا بناخده مع بعض هو الفايبرويد. عشان كده انا قعدت اكد قوي على ان هو مايوميتريال ليجن، مايوميتريال ليجن، مايوميتريال ليجن. اندوميتريم زي فول ما فيهوش اي حاجه، وهيحصل له ريجولر شادنج عادي في ميعاده لان هو متاثر بالاكسس عادي جدا، بس هو اكسسيف مايوميتريا فبالتالي هيحصل اكسسيف فاجينال بليدنج.
during the menses فهو هيحصل لها مينوراجيا. فوجود المينوراجيا على طول انت تفكر في مايميتريال ليجن اللي هو نمبر 1 في المايميتريال ليجن اللي هو الفايبرويد يوترس. نمبر 1 في المايميتريال ليجن فايبرويد يوترس. السبسيرس هتعمل لي بليدنج؟ لا مش هتعمل لي. السبسيرس مالهاش دعوه بالبليدنج لان دي بره. امال هتعمل لي ايه؟ هنشوف. بس الموست كومن تايب اوف فايبرويد بنشوفه الساميوكس مايوم. الساميوكس اللي هي بتبقى انكروتشنج على الكبسول اللي بتعمل لي بليدنج. عشان كده الكيورد بتاع الفايبرويد بليدنج. يعني انا لو بتحط انت بتذاكر كده عايز حاجه تالارم وانس ان حد قال لي ايه ده دي اتشخصت فايبرويد على طول افكر في بليدنج على طول. زي ما هنشوف المره الجايه الاندوميتروزس تتشخصت اندوميتروز على طول افكر في تاني على طول. ففي كده حاجات كده بتنور في دماغنا اول ما بنسمع تشخيص. خلاص تاني احنا بنتكلم على الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه الفايبرويد يوترس. اول حاجه التايب اوف ذا بيشنت لازم ابقى عارفاها ان هي عندها هايبر استروجينيك ستيت وطبعا لازم تبقى في تشايلد بيرنج بيريد. وبعدين بعد كده طب السيمتوم. السيمتوم هتيجي تشتكي من ايه؟ موست كومن بريزنتيشن اسيمتوماتيك واكسيدنتال ديسكفر جورينج الترا ساوند. طب امال لو هتشتكي؟ لو هتشتكي ده الموست كومن يبقى سابميوكس يبقى بالتالي بليدنج. ويتش فورم اوف بليدنج؟ مينوراجيا ولا ميتروراجيا؟ مينوراجيا. الا لو كومبليكيتد. يعني ايه كومبليكيتد؟ زي هنا زي الفايبرويد كوليك دي سابيوكس فايبرويد كوليك كده كده قلنا بيحصل نكروزس ات ذا تيب. نكروزس ات ذا تيب والتيب ده بيبقى عليه اندوميتريم فممكن قوي الاندوميتريم ده يحصل له ايريجولار شادنج. طب الموست كومن ان احنا اشوف او مور كومن ان انا اشوف بدنكليتد ولا اشوف فايبرويد عاديه؟ فايبرويد عاديه. فبالتالي مور كومن ان انا هلاقي البرزنتيشن بتاع البليدنج ده مينوراجيا ولا ميتروراجيا؟ مينوراجيا. فاحنا بنقول دايما فايبرويد بريزنت باي مينوراجيا انليس كومبليكيتد. مينوراجيا انليس كومبليكيتد. كومبليكيتد في ايه؟ كومبليكيتد ان هو زي مثلا البيدنكليتد بيدنكليتد مايوما وكمان مش بس بيدنكليتد بيدنكليتد يحصل نكروزس اند انفكشن اوف ذا تيب اوف ذا تيب اوف ذا مايوما. فعشان كده ممكن ان هو ده بيبقى ريفلكتد على الاندوميتري فيحصل ايريجولار شادنج للاندوميتري. فده بالنسبه للسيمتومز. السيمتومز اللي بنتكلم عليها ايه سيمتوماتيك طبعا دي ذا موست كومن بريزنتيشن. بعديها يليها بليدنج. بليدنج از فورم اوف مينوراجيا انليس كومبليكيتد. ايه تاني ممكن تشتكي منه؟ بين. بالظبط كده. لو حصل ديجنريشن من الفورمز اوف ديجنريشن اللي قلناها ممكن تشتكي من بين. ممكن تشتكي لو هي ماس كبيره تقول لك انا بطني بتكبر او بريشر سيمتومز لو هي سبسيرس او سيرفايكل. سيرفايكل مش هتعمل لي بليدنج خالص. السبسيرس برده مش هتعمل لي بليدنج خالص. هتعمل ايه؟ ممكن تكمبرس مثلا اليورينري بلادر لو هو انتيرير مايوما كويس فتجي لي بفريكونسي ان هي عندها فريكونسي من غير ديسيوريا لانه على طول بيكمبرس على الكاباسيتي بتاعت اليورينري بلادر. او ان هو لو برود ليجامنتري مايوما يكمبرس على اليوريتر ويعمل لي باك بريشر على الكدني هايدرويوريتر اند هايدرونيفروز تجي لي مثلا بلوينج بين. او مثلا يكمبرس على اليوريترا لو هو سيرفايكال مايوما تحت خالص يعمل كومبريشن على اليوريترا فبالتالي كينكينج اوف اليوريترا تخلي الست تيجي تشتكي من ريتنشن اوف يورين لانه اليوريترا بقت كينكت فممكن تيجي تشتكي من ريتنشن اوف يورين. ده طبعا كلهم ريموت بس يعني اهو بنبقى شايفين ايه تاني برزنتيشن. فالبرزنتيشن الاساسيه هي لو هي سيمتوماتيك يعني بتبقى بليدنج ممكن طبعا تشتكي من بين لو حصل له لو بقى يعني انكريز ان سايز او ان هو حصل فيه ديجنريشن. ممكن تشتكي من ماس تيجي تقول لك انا بطني بتكبر او انا حاسه في حاجه في بطني او كده لانه الفايبرويد فعلا كبر. وممكن تشتكي من يوري ريتنشن فريكوانسي على حسب البريشر مانيفستيشنز دي بقت موجوده فين. في سؤال في البرزنتيشن؟ الميتروراجيا. الميتروراجيا احنا عندنا شايفين البيدنكليتد مايوما دي. البيدنكليتد مايوما احنا قلنا ان في التيب ده ابعد حته عن البلاد سبلاي فممكن قوي يحصل نكروزس ات ذا تيب. ايوه نكروزس في المايميتري ماله الاندوميتري ما هو نفس القصه برده البلاد سبلاي بتاعه هيقل فكل شويه بتلاقي ان هو ممكن يحصل شادنج اوف ذا كفرنج اندوميتري. فالريجولر شادنج اوف ذا اندوميتريم ايكوالز ميتروراجيا يعني مش يبقى بس عندها مينوراجيا هي مينوراجيا عشان الفايبرويد لكن بقى في كمان ميتروراجيا عشان الكومبليكيشن اللي حصلت في المايوما نفسها. اوكي طيب عندي سؤال هل هنا زميلكم بيسالنا سؤال ممكن سيرفايكال فايبرويد طالع مع اهو سيرفايكال فايبرويد ده كبر قوي يعمل لها امينوريا. هو ده هيعمل ايه للكنال؟ اوبستراكشن ولا ستينوزس؟ ستينوزس حتى بماكسيمم ديجريز اوف ستينوزس لكن عمر ما الدم ده مش هيقدر يعدي من الكنال حتى لو الكنال ده بقى رفيع قوي
فلازم هيعدي. صعب قوي ان الدم ما يعديش، لانك انت لازم تبقى ايه، عندك اثنين فايبرويد كبار على الناحيتين ولحموا في بعض، لازم يبقى في لحمه في بعض عشان ما يبقاش عندك كنال. لكن غير كده الكنال بقى ضيق، مش ستيل هيبقى فيه بليدنج، هيحصل لها منسز، لكن عمره ما هيبقى عندها امينوريه، لان انت عايز يبقى عندك اتراتيك. اتراتيك يعني مش موجود الكنال ده، عمر ما الكنال هيبقى مش موجود، الكنال لازم هيفضل موجود حتى لو هو بقى ستيناتيك. فده بالنسبه للسيمبتومز اللي ممكن تيجي تشتكي بيها. ايه سيمبتوماتيك؟ طبعا ذا موست كومن بريزنتيشن منوراجيا، هي دي الكومن سيمبتوم، الموست كومن سيمبتوم اللي تشتكي منه منوراجيا. طبعا ممكن يبقى فيه متروراجيا بس ده اكستريملي رير، لازم يبقى فيه كومبليكيتد مايوما عشان يبقى فيها متروراجيا. طبعا في بين، في بليدنج، في كلام من ده. يعني البليدنج بيحصل من السابميوكس مايوما. ممكن من الانترستيشال لازم تبقى فيري لارج، فيري لارج. ليه؟ هي الانترستيشال مايوما دي هتنكريس طبعا البلاد سبلاي اللي رايح، فيحصل لها حاجه اسمها بلفيك كونجشن. البلفيك كونجشن دي ممكن تبريزنت باي ايه؟ اللي عندها بلفيك كونجشن بين، وات ذا فورم اوف بين، ايه الفورم بتاع البين ده؟ البين ده بنقول عليه ايه؟ هيبقى فيه بين جورينج منسس. طيب ديسمينوريا، يعني اني تايب اوف ديسمينوريا؟ سكندري كونجستيف ديسمينوريا، لانها سكندري تو باثولوجي الفايبرويد. كونجستيف لان دي تو بلفيك كونجشن عشان في انكريز بلاد سبلاي اللي موجود، مش برايمري سبازموديك. هتبقى سكندري كونجستيف ديسمينوريا اللي هي بيبقى تريتمنت بتاعها هيبقى تريتمنت ايه؟ تريتمنت اوف ذا كوز. خلاص تريتمنت اوف ذا كوز. فاحنا عندنا ممكن طبعا تبريزنت باي بين، بين يا اما كرونيك بلفيك بين لان عندي كرونيك بلفيك كونجشن، وممكن ديورنج المنستريشن تبقى عندها بلفيك كونجشن طبعا او سكندري ديسمينوريا عشان الانكريز بتاع البلاد سبلاي اللي موجود. جايز طالما ان عندها congestion و pelvic congestion، فممكن ان الانترستيشال مايوما دي تبريزنت باي سام فورم اوف منوراجيا بس مش لدرجه السابميوكس، لانه كان في انكريز للبلاد سبلاي اللي رايح للاليترس. فده بالنسبه للسيمبتومز. ساينز، انا لما اجي اعمل لها اكزامينشن ساينز مهمه قوي يا دكاتره، دي جنرال رول لاي حاجه مش بس للنساء ولا طبعا للفايبرويد بس. كلمه ساينز لازم تبقى فيها جنرال اكزامينشن، ابدومينال اكزامينشن، لوكال اكزامينشن. ده هم دول الساينز. انت بتعمل جنرال اكزامينشن للست في الحاجات اللي هي سبيسيفيك اللي انت تبقى عايز تطمن عليها، يعني مش قوي هقعد ان انا بقى اشوف جون سكاي غير لو كانت ريليتد للكونديشن اللي انا فيها ديفرنشال دايجنوستس في دماغي عايزه ادور عليه. فجنرال اكزامينشن، ابدومينال اكزامينشن، ولوكال اكزامينشن بالنسبه لنا عشان لسه هتبقى بي دي او باي مانوال اكزامينشن. جنرال اكزامينشن، هل في حاجه في الجنرال اكزامينشن؟ ساعات الجنرال اكزامينشن نقول ايه مش مهم، زي مثلا لما شفنا الانوفيليشن او البي سي او هو بس الجان اكزامينشن اوبيزيتي بس. لكن في حاجات هتلاقوا ان هي في مواضيع كده هتبقى مش مهمه الجان اكزامينشن او مفيش امبليكيشن لللوكال كونديشن دي على الجان. جنرال بالنسبه للفايبرويد، هل في حاجه مهمه تحب تبص عليها؟ بالر طبعا، مش عمالين نقول بليدنج والسيست بليدنج وبلاد كلوتس ومش عارف ايه. طبعا بالر، طبعا بالر وانيميا، طبعا طبعا. ده اول حاجه لما اشك في فايبرويد على طول ابص على الانيميا. ولما نيجي نتكلم على الانفستيجيشنز هنقول ايه اهم انفستيجيشن برده بنبقى عايزين فالو طبعا. فلما تيجي تتكلم على الجنرال انيميا على طول هتبص على فالو اذا كان هذا البليدنج عامل لنا انيميا ولا لا. ده جنرال اكزامينشن. هل الابدومينال اكزامينشن مهمه؟ طبعا مش بنقول ان هو ممكن يريتش لارج سايز وممكن تيجي تقول لك انا عندي ابدومينال انلارجمنت. فطبعا الابدومينال اكزامينشن مهمه انك تشوف الابدوم هو نورمالي ذا يوترس از فالت ابدومينالي، هو ابدومينال ولا بيلفيك اورجن؟ بيلفيك اورجن. فنورمال ذا يوترس از نوت فالت ابدومينال. فوانس وي فيل ذا يوترس ابدومينالي ده معناه ان هو انكريز ان سايز، يعني اليوترس ما بيبقاش فالت ابدومينالي غير لما يبقى اكتر من 12 اسبوع. يعني ايه 12 اسبوع؟ 12 اسبوع حمل بالظبط كده. احنا بنكمنت على اليوترس مش بالسنتيمترز، بالاسابيع البريجننسي. يعني عارفين انه باي اكسبيرينس لما تيجي تعمل بي في، بي في لوحدها مش هتعمل لي حاجه، لو انا حاطه اصبعين كده جوه الفاجينا ما عملتش حاجه، لازم الثانيه تبقى ايدي الثانيه على بطن العينه او بنسميها باي مانوال اكزامينشن. اشوف انا بين صباعيني اللي جوه الفاجينا وبين ايدي اللي على بطن العينه اليوترس حجمه قد ايه؟ حجمه نورمال سايز اللي احنا متعودين عليه اللي هو 7.5 سم او ماكسيمم 8 سم، ولا اليوترس ده اكبر من كده وصل ل 10 سم اللي هو ايكوال 10 اسابيع بريجننسي، ولا وصل ل 12 سم اللي هو ايكوال ل 12 اسبوع بريجننسي، ولا وصل ل 14 سم اللي هو ايكوال 14 اسبوع. من اول 14 اسبوع هو اللي انا ممكن احسه فوق السيمفيزيس بيوبس على بطن العينه من غير ما اعمل بي في ام باي مانوال اكزامينشن. فدايما اليوترس بنقيسه ب ايكوال لاسابيع حمل. تلاقي ان هو جاي لك بتقول لك ايه منوبوزال وومن اون بي في اكزامينشن ذا يوترس از فالت 14 ويكس بريجننسي.
دي منوبوزل. بريجننت يا جماعه مش بريجننت، احنا بنسميه كده لان احنا يعني لما اقول لحد تاني من زمايلي لازم يبقى حاجه ايكويفالنت لحاجه تترجم على طول في دماغه، فاللي بيترجم على طول في دماغنا اللي هو ايكوال لاسابيع حمل قد ايه. طب لو اوفري هقيسه برده باسابيع حمل؟ اوفري ده ابدومينال ولا بلفيك اورجن؟ ها الاوفري يا دكاتره ركزوا معايا بقى، صح الاوفري ده ابدومينال اورجن ولا بلفيك اورجن؟ مين بيقول بلفيك اورجن؟ ومين بيقول ان هو ابدومينال اورجن؟ اي حد طب يراضيني، مين بيقول ابدومينال اورجن؟ هو الاوريجن بتاع الاوفري اللي قعدنا نتكلم، احنا خدناه مرات ولا اربع مرات ولا خمس مرات مش ايه ولا ايه. اول حاجه لما ابتدينا نتكلم قلنا الاوفري ده جاي منين وطالع منين وراح مايجريشن لفين وجايب من البلاد سبلاي بتاعه. الاوفري كان فين يا دكاتره؟ ابدومينال ولا فالفي؟ ابدومينال. وعايز تقولي ابدومينال، لازم تقولي ابدومينال اورجن. ده طالع من فوق خالص وبعدين حصل له مايجريشن بالجبرناكيولم لحد ما نزل فالفي، عشان كده هو بيكيب البلاد سبلاي بتاعه من الابدومينال اورتا كويس وبينزل لتحت، عشان كده برده هو الليمفاتيك درينج بتاعه في البارا اورتيك ليمف نودز. لكن البلفيك اورجن اللي عندنا هو اليوترس، اليوترس طبعا والفالوبيان تيوب، اليوترس بالتحابيش بتاعته هو اليوترس، اليوترس عشان كده اليوترس ده بلفيك اورجن وطالع من الموليريان والبلاس بلاي بتاعه انترنال ايلياك اللي هو الارتري بتاع البلبس، انترنال ايلياك ارتري ودرين في الانترنال ايلياك ليمف نودز لان ده بلفيك اورجن. لكن الاوفري ده ابدومينال اورجن. ايوه يعني ايه الفرق بين ده ابدومينال وده بلفيك؟ بلفيك انا مش هقدر ان انا اشوف، يعني ما اقدرش ان انا احط بطني على ايدي على بطن العيانه واقول لها اليوترس ده 6 في 5 سم، لا لانه في بارت تاني بلفيك انا مش حاساه، عشان كده دايما بنمجر السايز اوف اليوترس ان ويكس. لكن الاوفري ده اصلا ابدومينال، ايوه بس بقى في البلفيك دلوقتي، ايوه بس لما يكبر هيبقى في الابدومين مش هيبقى تحت. يعني ايه في الابدومين؟ يعني انت وانت بتعمل ابدومينال اكزامينشن لو الاوفري ده كبير انت تقدر تشوف الباوندريز اوف ذا اوفري، فطالما انت حسيت كل الباوندريز يبقى بالتالي ممكن تقول الاوفري ده انلارج 5 في 6 في 7 سنتي لانه ابدومينال. زي بالظبط في الجراحه، الجراحه كل الماسز بتاعتهم هي ابدومينال مش بلفيك، فعلى طول بيقيسوها بالسنتيمترز زي عندنا الاوفري. لكن لو بتكلم على يوترس لا انا بقيسه بالاسابيع لانه بلفي ابدومينال، بلفي ابدومينال مش هحس الحته اللي في البلفس تحت، فعشان كده بنحس اليوترس بالاسابيع. يعني لو هو قال لك الماس دي 5 في 6 7 سم على طول هو بيتكلم على ابدومينال اورجن يعني يوترس، ما عنديش غير يوترس واوفري. لو قال لك الماس دي 16 اسبوع بيتكلم على يوترس لان هو اليوترس هو اللي بنتكلم عليه بالاسابيع. تبس يا جماعه لازم تبقى في بالكم، لازم يبقى تبقوا انتم مصحصحين، احنا ما عندناش غير يوترس واوفري هو اللي عمالين نعيد ونزيد فيهم، كلهم يوترس واوفري. يعني انت مش في الجراحه اللي عندك ايه تايرويد على بريست على كوليتس على مش عارف مليان حاجات، احنا ما عنديش حاجات كتير، انا ما عنديش غير يوترس واوفري، فلازم تفرق بينهم، ده هم اثنين لازم تفرق بينهم طبعا. ماشي تاني يبقى احنا بنتكلم على الجنرال اكزامينشن، فقلنا بالور او انيميا دي اهم حاجه لان هو الموست كومن برزنتيشن هو يبقى فيه بليدنج كويس. ابدومينال اكزامينشن هشوف اذا كان اليوترس ده فلت اباف ذا ليفل اوف سيمس بيوبس ولا لا، لو فلت يبقى ده اكتر من 12 اسبوع يعني غالبا 14 او اكتر كويس. بعد كده بعمل بي في اند باي مانوال، طبعا البي في لوحدها مش هتفيدني في حاجه غير امتى؟ لو عندي ايه اللي ممكن تفيدني البي في من غير الباي مانوال؟ لو في بوليب بالظبط كده، لو في بوليب طالع لي من السيرفكس فساعتها لما تعمل بي في ممكن تحس بماس لو في بوليب، لكن غير كده هو طبعا الباي مانوال اكزامينشن عشان تشوف السايز اوف ذا يوترس ده اخباره ايه؟ السايز اوف ذا يوترس. فده الابدومينال اكزامينشن، وبعد كده البي في اكزامينشن عشان تشوف السايز اوف ذا يوترس. طب انا عندي سؤال هنا في البرود ليجامنت، برود ليجامنتري مايوما، ركزوا معايا يا دكاتره وصحصحوا معايا كده، يعني شغلوا مخكم يعني الله يكرمكم شغلوا مخكم الله يكرمكم. يوترس وماس جنب اليوترس، انا ليه قلت ان ده يوترس؟ ليه ما يكونش الكبير هو اليوترس؟ لونه احمر ماشي غير لونه، لان انت جوه البط برده ممكن الالوان دي، يعني ما هو ده لابراسكوبيك بيكتشر، لابراسكوبيك بيكتشر. ها عايزه حاجه اوبجكتيف كده، لانه حد ممكن يقول لي ده لونه احمر وتلاقي بقى واحده بنت تقول لك لا بس درجه الحمار دي مش دي درجه واحده او نص درجه ما تبقاش قوي. طب غير انه درجه الحمار بتاعته ها فالوبيان تيوب، طبعا فالوبيان تيوب بتطلع منين يا دكاتره؟ من عندي فالوبيان تيوب بتطلع منين؟ من اليوترس طبعا، ما هتطلع من الفايبرويد تطلع من اليوترس مش كده ولا ايه؟ ثواني بس، هتطلع من اليوترس كويس؟ فانت عندك اهو فالوبيان تيوب، عندك اهو اليوترس وعندك اوفري وعندك فالوبيان تيوب.
فالوبيان تيوب دي بتبقى طالعه من اليوترس، لكن في ماس جنبينا، فالماس دي هل هي يوتراين ماس؟ هي جنب اليوترس. ايوه، يعني ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ لو انا قلت لك ان ده فايبرويد، خلاص انا قلت لك انه فايبرويد، ايه التايب اوف ذا مايوما دي؟ ها؟ سابسيرس برود ليجامنت. انا سمعت كلمتين، في حد قال لي انها سابسيرس مايوما، كلمه سابسيرس مايوما يعني هي طالعه من اليوترس، وبرود ليجامنتري مايوما يعني هي طالعه من البرود ليجامنت. هفرق بينهم ازاي؟ هو مهم افرق بينهم؟ ليه مهم؟ هيختلف ازاي؟ ايوه المانجمنت هيختلف. ماشي، هيختلف ازاي؟ يعني لو هي سابسيرس مايوما هعملها ايه؟ ولو هي برود ليجامنتري مايوما هعملها ايه؟ لو هي دي عندك واحده ست جايه لك عندها 32 سنه لسه متجوزه، جايه تشتكي من، هتشتكي من ايه؟ بليدنج؟ لا، لان لو هي مايوما سابسيرس مايوما مفيش بليدنج خالص، مفيش بليدنج، وما تشتكي من ايه؟ بين او ماس او يعني كده بس، سواء كانت سابسيرس مايوما او برود ليجامنتري مايوما هتشتكي من كده، يا بين يا ماس يعني حاجه كده، لكن بليدنج لا خالص، لانها مش سابميكوس مايوما، دي حاجه سابسيرس مايوما. فانت قلت الديفرنشال دايجنوز بتاعي يا اما سابسيرس مايوما، كويس ان هي طالعه من اليوترس وبعدين كبرت دخلت جوه البرود ليجامنت فعملت لي هي سابسيرس مايوما اوريجينالي وعملت لي برود ليجامنتري مايوما سكندري برود ليجامنتري مايوما، يعني دخلت كبرت جوه البرود ليجامنت، او هي اوريجينالي برايمري برود ليجامنتري مايوما، هي طالعه من البرود ليجامنت مالهاش علاقه باليوترس خالص، هي طالعه اوريجينالي من البرود ليجامنت. هعمل لها ايه؟ ست عندها 32 سنه ولسه متجوزه وجايه تشتكي من بين، هعمل لها ايه؟ لو هي برود ليجامنتري مايوما هعمل لها ايه لو هي سابسيرس مايوما؟ ها؟ ردوا عليا، فكروا، مش عايزه حد يكون قاري، مش فارقه منكم قريه في حاجه، كل اللي احنا عاملين نحكي فيه ده يعني مش هتلاقوه بالظبط كده مكتوب في الكتاب، بس انت لازم تبقى عارفه عشان تعرف تحل الكيسز، لان للاسف الكتاب بيقول لنا ايه؟ طول يعني انت ممكن تعمل كذا وكذا وكذا، ايوه مين هعمل لها ايه؟ ده ما بيتقالش، ده اللي احنا بنقوله مع بعض. خلاص ده ما بيتقالش. هيقول لك الاوبشن اوف تريتمنت كذا كذا كذا، السيمبتومز كذا كذا كذا، بس مش هيقول لك مين بتعمل ايه؟ هيقول لك بليدنج، مين اللي بتعمل بليدنج؟ مش كاتب، بس انت المفروض تستنتج، فده اللي احنا بنستنتجه مع بعض، اللي هو مهم جدا، هو ده المهم، هو ده المهم. تاني يبقى احنا دلوقتي عندنا يا اما ديفرنشال دايجنوز، يا اما هي سابسيرس مايوما، يا اما هي برود ليجامنتري مايوما. ايوه يعني هتعملها مانجمنت ايه؟ الست دي اللي عندها 32 سنه ولسه متجوزه جايه تشتكي من بين. ها؟ ايوه يعني الهدف نعمل لها ايه بس قبل ما نشوف الابروش؟ اشيل المايوما في الحالتين ولا حاله واحده؟ في البرود ليجامنتري اشيل المايوما، طب امال في السابسيرس مايوما بتاعت اليوترس هدف يعمل ايه؟ هدف يعمل ايه؟ ما هو عندها بين، ما هي بقول له اهو جايه بتشتكي من بين وماس، يعني في سيمتوم اهو جايه بتشتكي من بين وماس، خلاص؟ يعني اللي هي سابسيرس مايوما ميديكيشن عشان البين والماس هيقللوا المايوما، لكن بتاعت البرود ليجامنتري مايوما هي اللي هشيل المايوما. هو شيل المايوما اسمه ايه؟ مايوماكتومي. بالظبط كده، مايوماكتومي. مين بيقول البرود ليجامنتري مايوما دي انا عايز اعملها مايوماكتومي؟ طب امال هتعوزوا تعملوا لها ايه؟ ايه الاوبشن الثاني اوف مانجمنت؟ مايوماكتومي. طيب سابسيرس مايوما تعوزوا تعملوا لها ايه؟ ها؟ مايوماكتومي برضو. مايوماكتومي برضو. ما هو مايوماكتومي، مايوماكتومي برضو. طب هل، طب انا دي هعملها مايوماكتومي، دي هعملها مايوماكتومي. هل في المايوماكتومي دي ابروتش بتاعها مختلف؟ الاثنين هتخبطناهم، صح؟ الاثنين هتخبطناهم. وبعدين؟ طبعا انتوا مش عليكم تكنيك، بس عشان نشوف اذا كان هتفرق في التكنيك انك انت تبقى عارف دي برود ليجامنتري. يعني انا مثلا اول ما الناي بيقول لي في عندنا حاله برود ليجامنتري مايوما يا دكتوره ناجين، طبعا لازم حد كبير يشتغلها، فهم بيتوسموا فيها اني ممكن اشتغلها، فممكن تيجي تشتغليها؟ ليه؟ ايه الفخ؟ ايه الفخ؟ على طول اساله ايه؟ على طول اساله هي برايمري ولا سكندري؟ ليه؟ يعني ايه برايمري؟ برايمري يعني اوريجينالي طالعه من اليوترس. برايمري برود ليجامنتري مايوما سابسيرس واوريجينالي طالعه من اليوترس. سوري برايمري يعني اوريجينالي، لا بيتكلم على برود ليجامنت مش بيتكلم على اليوترس. لو برايمري برود ليجامنتري يعني اوريجينالي طالعه من برود ليجامنت. لو سكندري برود ليجامنتري يعني بالظبط هي سابسيرس مايوما اوريجينالي بس بقت موجوده في البرود ليجامنت دلوقتي. خلاص؟ فانا مهم اعرف هي برايمري اوريجينالي من البرود ليجامنت ولا اوريجينالي من اليوترس؟ ليه؟ انا عايزه اعرف هذه المعلومه. يا جماعه في الحالتين ممكن تنزل في الست حتى لو هي برود ليجامنتري مايوما واضطر اعمل لها هيستركتومي، في اي مايوماكتومي لازم تبقى كونسنتد فور هيستركتومي. في الحالتين لو نزفت مني كتير
في البرود ليجامنت انا هضطر ان انا اعمل هيستيركتومي عشان اليوتراين اركي وكده، يعني في الحالتين هتكونسنت فور هيستيركتومي. طيب يبقى ليه ايه الامبورتنت ستراكشر اللي هيبقى موجود هنا هبقى انا خايفه عليه؟ الاوفري ده واضح وضوح الشمس، يعني لا مش عارف ايه هنشوفه اهو. يوريتر 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 يا دكاتره، اليوريتر هنا ماشي فين؟ ماشي فين؟ هيبقى ديسبليست ازاي لو هي اوريجينالي يوتراين؟ كويس، اليوتراين هي طبعا من اليوترس، اليوترس وبعدين راحت للبرود ليجامنت. هو اليوريتر هنا هيبقى ديسبليست لاترالي ولا ميديالي؟ لاترالي، دي اوريجينالي يوتراين واليوترس ووتر اندر ذا بريدج ماشي هاف ان انش من السيرفيس، فهيبقى لو هي اوريجينالي من اليوترس كده هتبقى هيبقى ديسبليست لاترالي. طب لو هي طالعه من البرود ليجامنت اليوريتر هيبقى ديسبليست فين؟ ميديالي ميديالي ميديالي. فلازم جدا طبعا افرق، والا انا لو انا بقى بطبش ويلا داخله اشيل المايومه، ما انا لازم اعرف اليوريتر ده فين، ديسبليست لاترالي عشان اخد بالي ولا ديسبليست ميديالي عشان برضه اخد بالي، مش كده ولا ايه؟ فمهم يعني يمكن هي التيب الوحيده اللي مهمه في البرود ليجامنت المايومه، وهي ما كنتش قلتها عليها ايتم لوحدها اطلاقا مطلقا. ايه يعني تفرقوا بين البرود ليجامنت ولا السبسيرس مايومه؟ ما الاثنين مانجمنت واحد. لا على الاثنين مايومكتومي، بس لازم ابقى قلقانه جدا وخايفه قوي على اليوريتر. ده ساعات نقول لها طب اعملوا لنا اي دي بي انترافينس بايلوجرافي عشان يأوتلاين اليوريتر فاشوف هو قبل ما اخش العمليه ده سبيس لاترالي ولا ميديال، او اطلب من دكاتره المسالك ان هم يعملوا ستاندنج اوف ذا يوريتر عشان وانا شغاله احس الستاند دي اللي هي بتبقى زي الكاتيتر جوه اليوريتر عشان اشوفه، لان طبعا انت لما تخش العمليات مش هتلاقي اليوريتر ده لونه اصفر زي ما بنرسمه ولا وات ايفر، يعني مفيش الاصفر واحمر واخضر والكلام ده خالص، هم كله زي بعض، الليجمنت لون الارتري لون الفين لون اليوريتر لون كل حاجه كل نفس اللون، فبالتالي لازم انت تفرق خلاص. فده بالنسبه للبرود ليجامنتري مايوما اللي هو يوريتر، يعني اول ما يقول لك برود ليجامنتري مايوما تاكيكارديا كده عشان اليوريتر، نبقى عارفين بس اليوريتر فين عشان لما نيجي نشيل المايوما دي نبقى ما نعورش اليوريتر بتاعنا. طيب احنا بنتكلم على الكلينيكال بيكتشر وقلنا السيمبتومز اللي ممكن تيجي بيها. ايه الانفستيجيشن اللي تحب تعمل لها الواحده انت يو سسبكتد ان هي فايبرويد يوترس؟ الترا ساوند، والترا ساوند هو الجولد ستاندرد اللي بيبين لك المايوما. ليه جولد ستاندرد؟ هو ايه تاني الاوبشنز اوف انفستيجيشنز؟ ها هيستروسالبنجوجرافي، ده احنا لسه كنا بنتكلم على الهيستروسالبنجوجرافي وقلنا المايوما دي بتعمل لنا فيلينج ديفكت، فممكن قوي بالهيستروجرام تبان زي فين؟ زي كده ممكن يبقى فيه فيلينج ديفكت صغيره كويس، اشور مان سندروم، اندوميتريال بوليب، مالتيبل سمول فايبرويد يوترس، يعني هبقى عايزه اعرف برده هي دي عباره عن ايه قوي، لان هي مش واضح بالهيستروسالبنجوجرافي ده مش موضح اهو. برده نفس القصه هنا عندنا غالب، يعني ده ممكن تبقى فند المايوما وبالتالي عشان كده الداي مش واصله لفوق لان هي دي فند المايوما، فبالتالي مفيش ابتيك لداي فوق، او تبقى دي برده مايوما هنا سبميوكوس مايوما خلاص. طب يعني كده الهيستروسالبنجوجرافي هيدايجنوز ويتش تايب اوف مايوما؟ السميوكس. طب الانترستيشال؟ لا. طب السبسيرس؟ برضو لا. طيب نيجي تاني في اوبشنز تانية اوف تريتمنت، لابراسكوبي مثلا ممكن لابراسكوبي يدايجنوز انهي؟ السبسيرس. طب الانترستيشال والسبميوكس يبقوا دايجنوز باللابراسكوبي؟ لا. طب السبميوكس يبقى دايجنوز بايه التول؟ هيستروسكوبي. طب الهيستروسكوبي ده ممكن يدايجنوز السبسيرس والانترستيشن؟ لا. فبالظبط انت لازم تبقى عارف التولز. لكن التي في اس ترانس فاجينال سونوجرافي او تي اس ترانس ابدومينال سونوجرافي، تي في اس او تي اس ده ابروتش، يعني انا مدخله البروب فاجينالي ولا حاطه البروب على بطنها؟ طبعا لو انا حسيت اليوترس ابدومينال هحط البروب على بطنها، لو انا اليوترس ده ما حسيتوش ابدومينال ده هو بلبيك اورجن لسه لان المايومه مش كبيره قوي، يبقى بالتالي هعملها تي في اس او ترانس فاجينال سونوجرافي. ترانس فاجينال سونوجرافي عشان اشوف ايه؟ الترانسفاجينال سونوجرافي هيوريني المايوما، سواء كانت هي المايوما دي سبسيرس او انترستيشال او سبميوكس، يعني يوريني مكان المايوما، يعني هيوريني اذا كانت المايوما دي طالعه من الماسل وول ولا طالعه واصله لبره، لان هي بتبقى حاجه وورلي ابيرنس كده، حاجه دايره وورلي ابيرنس. فعشان كده بنقول التي في اس هو جولد ستاندرد لانه هيدايجنوز اول تايبس اوف مايوما، سواء كانت سبميوكس مايوما، انترستيشال مايوما، سبسيرس
سيرس مايوما. طبعا سيرفايكال مايوما، برودي ليمنتري مايوما، يعني هيدايجنوز كل التايبس اوف مايوما. لكن لو جيت اعمل هيستروسكوبي ده يدايجنوز ويتش تايب اوف مايوما؟ السابيوكس بس، لكن الانترستيشن مش هيشوفها، ولا طبعا السابسيرس. طب لو جيت اعمل لاباراسكوبي؟ السابسيرس. اللاباراسكوبي يعني في الابدومن سابسيرس، لكن لو حاجه في الوول مش هشوفها، وحاجه طبعا انسايد كافيتي برده مش هشوفها باللابراسكوب. ام ار اي مش مهم ان هو والسي تي، يعني هم كوستي وهتدي لك نفس الريزلت بتاعت الالترا ساوند، عشان كده ما بنعملهمش الا لو كانت هي اصلا عامله ام ار اي او سي تي لاي سبب من الاسباب، فهيجي لك ان هي اكسيدنتال ديسكفرد ان هي عندها مايوما في اليوترس او وات ايفر، ويقول لك السايز بتاعها قد ايه. خلاص. طيب اكس راي ممكن يدايجنوز؟ اكس راي، عملت اكس راي على بطنها عشان كان عندها جول بلادر ستونز مثلا، عملوا لها اكس راي على ابدومن وبلفيك مثلا. لو كالسيفايد بالظبط، لو كالسيفايد مايوما هي اللي ممكن تبان لك. فعشان كده في اوبشنز، بس طبعا الالترا ساوند يتحط في كاتيجوري لوحده خالص، هو تشيب وافيلبل وكل حاجه، فبالتالي بنعملها الترا ساوند عشان ندايجنوز المايوما. في سؤال؟ لا علي صوتك. انترستيشن؟ طب الهيسترو سابنجيوغرافيا دكاتره داي ابتيكن باي اي كافيتي، صح كده؟ طيب الانترستيشن اللي هو بيور انترستيشن، هل ده داخل جوه الكافيتي؟ لا. فهياخد الداي ازاي؟ انت لازم يبقى فيه، هيبان لك فين الفيلنج ديفكت ازاي؟ هيبان لك فين ده؟ هو في الوال نفسها، في الوال، وانت اساسا الهيستروجرام بيبين لك الكافيتي، الكافيتي الاندوميتريال كافيتي، فلازم تبقى يا اما سابميوكس يا اما كانت انترستيشن بس انكرونشنج على الكافيتي، داخله جوه الكافيتي، لان هي مش داخله جوه الكافيتي خالص. هتبقى لك ازاي هو الول تخين؟ قالوا الول تخين، الول ده ما بيبانليش اساسا بالهيستروجرام، انا بتبان لي الكافيتي فقط باي الهيستروسابنجر. فبالتالي الدايجنوز بتاعنا طبعا كلينيكال بيكتشر اللي هو تايب اوف ذا بيشن سيمتومز اند ساين جنرال ابدومينال اند لوكال اكزامينشن. الدايجنوزز هتعمل لها تي بي اس. طب لو انت بتعمل تي بي اس لقيت ان هي عندها فعلا سميكوس مايوما كبيره، هل في حاجه ثانيه انفستيجيشن تحب تعملها؟ ويب تشيك من بليدنج. سي بي سي طبعا. يبقى هنا يعني ديبندنج بقى هي عندها بليدنج وكده، فطبعا لازم سي بي سي، لان هو ده الحاجه الاوبجكتيف اللي تقول لي اذا كان فعلا عندها سيفير منوراجيا ولا لا. يعني ايه؟ يعني زي مثلا الاكزامبل بتاعت الست اللي في الاول اللي قلنا ايه؟ عندها 49 سنه وجايه تشتكي من بليدنج وعندها مايوما. تقول لي لا بليدنج سيفير وبتاع ومش قادره استحمل وكده، وانا عارفه ان انا سنه سنتين هتخش في مينوبوز. طيب هل اتورث ان انا اعمل لها اوبريشن ولا اديلها ميديكال تريتمنت؟ فهنا اللي هيحدد لي اكتر اعمل لها سي بي سي. لو لقيت هيموجلوبينها 12 ونص، ايه رايكم؟ حلو قوي، ما دام صحيح عندك بليدنج وانا مصدقه ان المنس زادت عما انت متعوده، بس الحمد لله مش عامله لنا انيميا ولا اي حاجه، فوي كان جو فور ميديكال تريتمنت. افرض ان انا نفس الست 49 سنه اللي بتشتكي من بليدنج عملت لها سي بي سي ولقيت الهيموجلوبين بتاعها 6 ونص. لا، انا مضطره ان انا اتدخل حتى لو كانت عندها 49 سنه وفاضل لها سنه سنتين، ما هتقعد تنزف لسه سنه سنتين وهو هيموجلوبينها بقى 6 ونص من البليدنج، يبقى ساعتها مضطره اتدخل. فعشان كده مهم قوي مش فايبرويد في 49 سنه يتعالج بكذا، لا، فايبرويد في البيشنت دي يتعالج ازاي. خلاص. فده بالنسبه للدايجنوستس بتاعنا او الانفستيجيشنز اللي احنا بنبقى محتاجين نعملها. في اي سؤال لحد هنا؟ ما هو كده بتعملي الاي بي بي كويس، بنعمل اي بي بي وتشوفي اليوريتر فين. لو لقيتي ان اليوريتر ده ديسبليس ميديالي يبقى دي غالبا برايمري طالعه من البرود ليجمنت، لكن لو لقيتيه ديسبليس لاترالي يعني هي سبسيرس مايوما دخلت على البرود ليجمنت، يبقى هتلاقي اليوريتر ديسبليس لاترالي. افندم علي صوتك. طبعا هو ده حاجه قليله، يعني هو ده لان انت هدفك عشان تعرفي وانت بتعملي مايماكتومي يعني ما تعوريش اليوريتر، فتبقي انت عارفه الاستراكشر ده موجود فين او تدوري عليه فين، فهو ده اللي عشان كده لازم نفرق. لكن لو غير كده، لو هو ملوش تاثير خلاص يبقى كلهم هيتعالجوا بمايماكتومي وبس، ما فيش اي امبورتنت ستراكشر، مش محتاجه اساسا اشوف اليوريتر ده موجود فين. الترا ساوند عشان كده بقول الترا ساوند هيفرق لي وهيبين لي الانترستيشن والسميوكس والسبسيرس وكل حاجه، فالالترا ساوند از انف ان انا بعمله عشان تدايجنوز مايوما او فايبرويد، مش محتاجه ان انا اعمل اي انفستيجيشنز ثانيه خالص، مش محتاجه. يعني الاوبشن او السطر الثاني ده مش محتاج اصلا ان هو يتعمل، غير يعني لو انت كنت بتعمله اصلا عشان هي اسيمتوماتيك، فانت بتعمل فلقيت ان هي عندها مثلا في ديفكت في الهيستروجرام وانت بتعمل اساسا هيستروجرام فور انترنت. طب التريتمنت يا دكاتره، ايه التريتمنت بتاع الفايبرويد؟ جات واحده ست عندها فايبرويد، ايه التريتمنت اوبشنز اللي هتبقى موجوده في دماغها؟ ممكن ولا حاجه خالص، نو سيمتومز نو تريتمنت، وقاعده شهيره جدا في الطب نو سيمتومز نو تريتمنت، ما عندهاش سيمتومز اعمل لها تريتمنت ليه؟ ايوه بس عندها مايوما
سيمتومز لا. طب خلاص يبقى بس فولو اب كل سنه بعملها الترا ساوند عشان اشوف السايز اوف ذا مايوما واقول لها لو اشتكيتي في اي وقت ينزل عليكي دم بتاع كده هتجي لك بس، لكن غير كده نو سيمتومز نو تريتمنت اكسبت لو هو كانت اكتر من 14 اسبوع حتى لو مش عامله لها سيمتومز، لان هي دي ممكن تعمل لي بريشر مانيفيستيشنز وبنقلق قوي على البريشر مانيفيستيشنز على ناحيه اليوريتر والباك بريشر على الكيني، او لو كانت برود ليجامنتري لانها برده عشان اليوريتر هتعمل لي باك بريشر على الكيدنيز فبالتالي تاثر لي على الكيدني فانكشن، او لو كانت هي اصلا شكوتها انفيرتيليتي وانا لقيت سابميوكس مايوما. ليه؟ لو انا لقيت سابميوكس فاندل مايوما وهي شكوتها انفيرتيليتي بس مش بتشتكي من اي حاجه ثانيه، ايه ده معقوله ما بتشتكيش من بليدنج؟ يعني هي المينوراجيا اللي عندها مش سيفير انف انها تشتكي منها، يعني بتقعد اربع ايام بدل ثلاث ايام يعني مش فارقه بالنسبه للست، يعني مش بتشتكي منها اتس نوت بروبلم فور هير المينوراجيا اللي عندها. سابميوكس مايوما، سابميوكس مايوما، فاندل سابميوكس مايوما، ايه مشكلتها؟ فاندل سابميوكس مايوما. انا ما بقولش كورنيال، بايلاترال كورنيال، هي البايلاترال كورنيال هي اللي ممكن تقفل لي فالوبيان تيوبس، فبالتالي لو عملت هيستروسالبنجيوغرافي هلاقي عندي ايه؟ في التيوبس. بروكسيمال بايلاترال لازم يبقى بايلاترال كمان لان التيوب الفاتر لازم يبقى بايلاترال. بايلاترال بروكسيمال تيوب الاوبسكشن. طب انا ما عنديش القصه دي، يعني انا بقول لكم عندها فاندل سابميوكس مايوما. بقلق منها في ايه؟ ها؟ امبلانتيشن، مش ده السايت اوف امبلانتيشن الفندس؟ فبالتالي السابميوكس مايوما، سابميوكس مايوما 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 دي فايبرس تيشو مع المصل، فبالتالي فايبرس تيشو ده الباسكولاريتي اقل، عشان كده انتوا لما شفتوا ان هي لونها افتح لان الباسكولاريتي اقل، فيجي يحصل امبلانتيشن عليها. طبعا البلاس سبلاي مش كافي للفيرتلايز اوفر، فبالتالي يحصل لها ممكن ابورشن قبل اصلا ما تعرف انها بريجننت، يعني هي دلوقتي اوفيليتنج حصل فيرتلايزيشن، جت الفيرتلايز اوفر انسايد يوترس، النورمال امبلانتيشن في الفاندس حصل لها امبلانتيشن وبعدين الامبلانتيشن ما خدتش بلاد سبلاي كويس فالفيرتلايز اوفم دي نزلت امتى؟ مع المنسز اللي بعدها، فبالتالي هي اساسا ما عرفتش ان هي شابورت لان هي شديدة دو اساسا البريجننسي تست. فلو لقيت ان انا هي جايه شكوتها انفيرتيليتي او ريكارنت بريجننسي لوس ار بي ال اللي هو ريكارنت بريجننسي لوس، هي شكوتها انفيرتيليتي او ريكارنت بريجننسي لوس وانا عندي سابميوكس مايوما حتى لو صغيره يبقى ساعتها ممكن اشيلها. ليه؟ لان هي ممكن تبقى الكوز بتاع الانفيرتيليتي او الريكارنت بريجننسي لوس اللي بتشتكي منه العيانه. ايوه هي اسيمتوماتيك اصلا دي جايه بتشتكي من انفيرتيليتي حاجه ثانيه خالص، ايوه بس ممكن يبقى الكوز بتاع الانفيرتيليتي ده هو السابميوكس مايوما، ما تكونش هي ان اكسبليند انفيرتيليتي يكون هو ده الكوز بتاعنا، فبالتالي بنشيل لها السابميوكس مايوما الصغيره قوي دي اشيلها. يعني نعمل لها ايه؟ ايه نوع اسم الاوبريشن؟ انتوا ما عرفتوش تكنيكس بس عرفوا اسم الاوبريشن وتتعمل امتى؟ مايوماكتومي. هتعملوا المايوماكتومي دي بأي ابروتش؟ الابروتشز ممكن تبقى اوبن ابدومينال ابروتش، ممكن تبقى فاجينال ابروتش، ممكن تبقى لاباراسكوبيك ابروتش، ممكن تبقى هيستروسكوبيك ابروتش. هتعملوا لها المايوماكتومي دي بأي ابروتش؟ مين بيقول لاباراسكوبيك؟ السمول سابميوكس مايوما دي اعملها لاباروسكوبيك، ايه رايكم؟ هو انا هشوفها اساسا باللاباروسكوب؟ لا، امال انا هشوفها بايه؟ بالهيستروسكوب لان هو افكتنج الكافيتي انسايد، فهشوفها بالهيستروسكوب، فبالتالي اعمل لها اني ابروتش؟ هيستروسكوبيك مايوماكتومي، هيستروسكوبيك ثرو ذا هيستروسكوب هو اللي عامل لها المايوماكتومي. طيب يبقى احنا كده بنتكلم على ايه التريتمنت اوبشنز؟ تريتمنت اوبشن قلنا نو سيمتومز نو تريتمنت اكسبت لو هي حجمها كبير اكتر من 14 اسبوع، لو هي برود ليجامنتري، لو هي ست بتشتكي من انفيرتيليتي او ريكارنت بريجننسي لوس ولقينا ان عندها سابميوكس مايوما حتى لو حجمها صغير يبقى لازم تشاه. لكن لو اكتر من 14 اسبوع واكتر من 5 سم، 14 اسبوع او اكتر من 5 سم مايوما لوحدها كده بالالترا ساوند، ما انا بالالترا ساوند بتقول لي بالسنتيمتر مش بيقول لي بالاسابيع، انا الاسابيع ده بالبي دي والباي مانوال اكزامينشن، لكن الالترا ساوند انا بقيس بالسنتي المايوما دي اخبارها ايه. فلو لقيت المايوما اكتر من 5 سم او لو لقيت باي بي في اللي هي ايكويفالنت ليه باي بي في اكزامينشن لقيت ان اليوترس ده اكتر من 14 اسبوع يبقى ساعتها بقول لها لا بس احنا لازم نشيلها لان هي هتعمل لك كومبليكيشنز. فده بالنسبه ليه او اكشلي لازم اعمل لها تريتمنت. ايه التريتمنت اوبشنز؟ لو هي بتشتكي من بليدنج هعمل لها ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تقلل البليدنج ده؟ كانت لو هي بتشتكي زي الست اللي هي عندها 49 سنه وجايه بتشتكي من بليدنج وهيموجلوبينها لقيت 12.5، ايوه ما هي زي الفل اهي ادي لها تريتمنت ليه؟ ما هي هيموجلوبينها 12، ايوه بس شيز كومبليننج ولا شيز نوت كومبليننج؟ عن صوتكم ردوا عليا كومبليننج، يبقى ساعتها اعمل لها تريتمنت ايه؟ ها؟ ميديكال ولا سيرجيكال طيب؟ ميديكال. ايه الميديكال تريتمنت اللي تحبوا تعملوه؟ اعمل لها ايه؟ عن صوتكم؟ انقل لها دم؟ 12.5
دم مين اللي هتنقله لها؟ ده انت اي دم هتنقله لها هيبقى اقل من 12 ونص اساسا، مش كده ولا ايه؟ اعمل لها ايه؟ امال هي كومبلينها ايه؟ هي كومبلين انيميا بليدنج بليدنج، فعايزه اقلل الاماونت اوف بليدنج، لكن اديلها هيماتينكس مثلا اديلها حديد؟ لا ما هو 12 ونص. هي كومبلينها ايه؟ كومبلينها بليدنج اكسسيف بليدنج. ايوه ايه بقى الحاجات اللي تقلل الاماونت اوف بليدنج؟ انتي فايبرينوليتك زي ترانكزاميك اسيد البانستان ومش عارف ايه، اديلها مش عارف دافلون، يعني الحاجات اللي هي تقلل الاماونت اوف بليدنج عشان الكومبلين از بليدنج، لكن حتى مش محتاجه دي انتي هيماتينكس او حديد لان شيز نوت انيميك اساسا، بس عندها كومبلين اوف بليدنج اقلل الاماونت اوف بليدنج. ماشي. ايه تاني اوبشن؟ ده ميديكال تريتمنت. ده هرمونال؟ ده مش هرمون. طب هل في هرمونز انت ممكن تديها لها عشان تقلل الاماونت اوف بليدنج؟ ممكن اوسي بيس كويس لانه فيها الكونتنت بتاعت البروجستيرون اكتر، او بروجستيرون نفسه جستاجنز نفسهم. كلمه جستاجنز يا دكاتره، جستاجنز يعني سنتاتك بروجستيرون، لكن لما بنقول بروجستيرون يعني غالبا قصدنا ناتشورال بروجستيرون، وطبعا ناتشورال بروجستيرون هو اللي بينكريز بيعمل سكريتوري اندوميتريم، وده اللي بنديه في الثراتند ابورشن او في اليوتيريال فيز ديفكت لو هي حامل كويس، لكن السنتاتك بروجستيرون ده اللي بيعمل لي اتروفي اوف الاندوميتريم وبنسميه جاستجنز. يعني لما بقول لكم جاستجنز يبقى انا بتكلم على سنساتيك بروجستيرون، لو قلت لكم بروجستيرون يبقى انا بتكلم على ناتشورال بروجستيرون، فبديلها جاستجنز. جاستجنز طبعا لان هي تعمل لي اتروفي، فبالتالي هتقلل الاماونت اوف بليدنج، بلس ان هي كمان ممكن تديكريس شويه السايز اوف ذا مايوما لان هتكمبيت الهايبر استروجينيك ستيت اللي هي موجوده فيه، فممكن اديلها جاستجنز. ممكن اديلها او سي بيز اللي هي الكونتنت فيها بتاعت الجاستجنز اعلى من الكونتنت اوف استروجين. ايه كمان؟ ايه كمان حاجه انتوا عارفينها؟ ما انا مش هسالكم الا لو كنت انا عارفه انكم عارفين. هو انا عارفه انكم المفروض تبقوا عارفين. ها؟ هي دكاتره ايه حاجه توقف المنسز خالص؟ ما هي لو وقفت ما هي كومبلين من وراشيا. طب انا هوقف المنسز اصلا ولا اجيا ولا مش اجيا؟ اوقفها توتر. جينر اتش اجنس مش كده ولا ايه؟ مش جينر اتش اجنس ده بيوقف خالص الاكسس، فبالتالي انا ممكن اوقف لها خالص انديوس ارتفيشال منوبوز عند الست بتاعت 49 سنه دي، ادخلها انا في المنوبوز دلوقتي بدل ما تخش لسه كمان سنه سنتين ولا حاجه زي كده لو هي كانت، وده الاوبشن هيبقى لطيف قوي قوي لو كانت هي فعلا الهيموجلوبين بتاعها بقى 9 او كده وانا مش عايزه ادي لها تريتمنت، فبالتالي ممكن ادخلها في ارتفيشال منوبوز دلوقتي لو ادي لها جي ان ار اتش اجنس. اوكي فانتوا في ايدكم التولز، واللي خلي بالكم مكتوب في الكتاب التولز، يعني دايما بتبقى المشكله في الام سي كيوز ايه؟ يعني الاوبشنز احنا كاتبينها لكم كلها، فتلاقي مثلا الست بتاعت 49 سنه اللي عندها مش عارف هيموجلوبينها بقى 9 وكده مكتوب لك تعمل لها مايومكتومي، ويقول لك كمان ان هي كاردياك ودايابيتك ويعني اللي هي يعني انفيت فور سيرجيا، ويقول لك اوبشنز اوف تريتمنت. من ضمن الاوبشنز اوف تريتمنت جي ان ار اتش ولا مايومكتومي ولا هيستريكتومي ولا مش عارف ايه. هتقول لا ما انا عملتها هيستريكتومي وعندي من 49 سنه ومش ايوه بس انفيت فور سيرجيا. ايوه بس الكتاب مكتوب فيه، ايوه الكتاب مكتوب فيه كده لان الكتاب بيتكتب فيه الاوبشنز كلها، لكن مين ايه انت المفروض تعرفه؟ انت المفروض تانلايز وتابلاي على الكيسز، عشان كده بتطلعوا ما الكتاب اما الكتاب مكتوب مكتوب ده وده كله، بس انت اللي بتقول. حتى بيقول لك choose the single best answer، ما بيقول لك the only correct answer لانه كلهم correct، بس البيشنت دي ينفعها ايه اكتر؟ فانت اللي بتقول، انت اللي بتحدد، انت الدكتور اللي هياخد الديسيجن. فبتيجي المشاكل من كده، ما الكتاب مكتوب، الكتاب بكده فيه كل الاوبشنز، انت اللي بتختار من الاوبشنز اللي تنفع اكتر للست دي، للحاله دي، للعيانه اللي جات لك في العياده. امال هي جات لك ليه؟ لا هي هتفتح هتلاقي في جوجل مكتوب لها هيستريكتومي مايمكتومي وجي ان ار اتش وبتاع وبتاع، ما تختار هي بقى لو هو ما يعني هو النظام كده، وتروح بقى انا عايزه واحد هيستريكتومي، انا عايزه اثنين معايا، مش كده ولا ايه؟ انت اللي بتحدد. فلو سمحتوا هو بيبقى كده اللي هو ايه؟ كل دول اوبشنز اوف تريتمنت، مين البيشنت انا هعمل لها الاوبشن ده احسن لها مور اكوريت ليها عن لو عملت لها الاوبشن الثاني اللي هو صح برضه بس it is not the best option for her. اوكي يبقى اول حاجه قلنا no symptoms no treatment except for certain conditions. تاني حاجه medical treatment اللي هو مش هرمون على حاجه خالص، لو زي انتي فايبرينوليتك وحاجات كده، لو هي هيموجلوبينها فعلا كويس بس هي عندها مشكله من هذا البليدنج السيفير. طب لقيت لا هيموجلوبينها وحش، يبقى انا عايزه اقلل اكتر بليدنج بحاجه مور يعني مور بوتنت اللي هو يا اما اديلها جي ان ار اتش اجنس، يا اما ممكن اديلها جاستجنز خلاص. وخلي بالكوا انا بعلى فبعلى برضه في السايد افكتس، لكن ات وركس لان انت بتويل البنفيت ريسك ريشيو، فانت محتاج تعلى حتى لو هتعلى برضه في السايد افكتس لانه انت محتاج هذا الاوبشن اوف تريتمنت حتى لو اخذت سايد افكتس اعلى اللي هو تو اندوس ارتفيشال منوبوز بدري للعيانه. فده بالنسبه للهرمونال. في حاجه اسمها مايكرو انفيزيف، مايكرو انفيزيف تكنيكس اللي هم ايه؟ مش انفيزيف قوي زي السيرجري لان هي بتتعامل ممكن اندر لوكال انستيزيا كويس او من غير انستيزيا خالص
وهي مش ميديكال كريم. زي ايه؟ زي حاجه اسمها يو اي اي او يوتراين ارتري امبولايزيشن. يو اي اي او يوتراين ارتري امبولايزيشن، ماشي؟ يوتراين ارتري امبولايزيشن. ايه يوتراين ارتري امبولايزيشن ده؟ بخش اندر سكرين من الفيمورال، لان الفيمورال هو ده اللي انا شايفاه. انا مش هعرف اخش على الاكسترنال ايليك ولا الانترنال ايليك، اخش عليهم ازاي؟ انا بخش على الفيمورال. طب الفيمورال ده لو عديت الانجوينال ليجمنت هي اللي بيبقى مين؟ الاكسترنال ايليك. منه هخش على الانترنال ايليك. كويس، ده كل ده اندر سكرين. اندر سكرين يعني هي الست هتاخد لوكال انستيزيا او سيديشن او واتيفر، وبيخش بتاع الراديولوجي الانترفنشن راديولوجي ريديو دايجنوزس او ريديو دايجنوز، هما بيعملوا انترفنشن. يخش من الفيمورال كويس اندر لوكال انستيزيا ويدكك القسطره بتاعته الطويله، يطلع فوق الانجوينال، يخش اكسترنال ايليك، يخش انترنال ايليك، وهو شايف السكرين لحد ما يخش عند اليوتراين ارتري والفيدنج فاسل بتاع المايوما اللي هو عايز يشيلها، فيروح حائل حاجه زي جيل فوم تكت البلاد سبلاي عن المايوما، فبالتالي ينديوس اتروفي لهذه المايوما تصغر. طبعا مش هيعمل غير لو هي سيمتوماتيك، لازم تبقى سيمتوماتايزنج. طيب تفتكروا ده ينفع في اللارج سايز ولا في السمول سايز، في السنجل ولا في المالتيبل؟ ايه رايكم؟ السنجل، لان بتقعد تعمل كده مع كل مايوما تدور حواليها، يعني دي لازم تبقى سنجل مايوما، ولازم تبقى الحاجه بتاعها برده صغير مش كبير قوي. خلي بالكوا اندر سكرين، طالما ان انا بعمل حاجه اندر سكرين في راديشن واصله للست كويس، فده هذه الراديشن في اورجن قريب قوي هنا انا ببقى خايفه عليه، اوفن هيأفكت الفيرتيليتي، فهو من ضمن البري ريكويزن يقول لك ايه؟ شي دازنت وانت اني فيرذر فيرتيليتي، لازم من ضمن البري ريكويزز ان انت مش عايزه تحملي ثاني يا مدام، ماشي؟ عشان ادي لها الاوبشن بتاع اليو اي اي او اليوتراين ارتري امبولايزيشن. بوست سيرجري بوست اوبريتيف طبعا ممكن يحصل نكروزس الاول في المصل وكده، فبالتالي هتجيلي بسيفير بي، ده بوست اب برضه لازم هي تبقى عارفه ان هي الكونسلنج بتاع البيشنت ما ينفعش غير لو كانت سنجل مايوما حجمها صغير، هي مش عايزه فيرتيليتي بعد كده، هيجيلي سيفير بين بعد الاوبريشن. ايه رايكم؟ طب ما هي لو صغيره المايوما ولو مش عارف ايه وكده، طب ما هو خلاص ما ممكن اعملها هيستركتومي اصلا، ما هي مش عايزه فيرتيليتي، خلي بالكم يعني ما هي مش عايزه، يعني ما ينفعش ده يبقى اوبشن لواحده عايزه تبريزرف الفيرتيليتي بتاعتها، عايزه عيال، عايزه عيال ما اليوترس موجود، ايوه بس الاوفري باظ، فيعني عايزه عيال دي لازم ابقى انا تمام محافظه على الاوفري. عشان كده it is not gaining قوي، يعني مش حاجه الناس بتبقى عايزاها قوي، يعني it's not a very good option for treatment اللي هو اليو اي اي، او مش بنسمع قوي عنه ان هو واو بقى او حاجه كده زي ما اول ما ابتدى يظهر، لان لقينا ان هو يعني حكمنا في عيانين قليلين قوي كاتيجوري اوف بيشن هو مايوما واحده وما تكونش مديه سيمتومز كتير وصغيره، طب ما هو سيبها بقى، ما هي لو كده مايوما كده ما سيبها. فعشان كده اليو اي اي مش قوي ان هو بيستخدم. لا احنا هنتكلم عليهم، انا بس بتكلم على اليو اي دلوقتي خلاص، يوتراين ارتريم، ولا هنتكلم على الاوبشنز الثانيه برضو. من ضمن الاوبشنز اوف تريتمنت حاجه اسمها هايفو هاي فريكوينسي، هايفو هاي اتش اي فور هاي اف فريكوينسي التراساوند، اندر التراساوند جايدد بتخش على الميومتا دي وبتعمل لها زي دايفيرمي زي او مش دايفيرمي يعني ويفز عاليه قوي، بحيث انك بتقتل الماسل فايبرز، تعمل مايولايسز للماسل فايبرز دي، نفس القصه بتاعت لابراسكوبيك مايولايسز، يعني ممكن تعملها يا اما جايدد باي التراساوند هايفو او لابراسكوبيك مايولايسز، برضه نفس القصه لازم تبقى حجمها صغير ما يكونش مالتيبل مايوميتا، وهيبقى في بوست ابر او بوست بروسيجر ان هي يبقى عندها ممكن سيفير بين او كده. عشان كده الحاجات دي مش جيننج قوي يعني سكسس كبير، لان هو ده فيري ليميتد نمبر اوف بيشنتس، وكمان السايد افكتس عاليه ولازم يبقوا صغيرين والكلام ده. طب امال ايه الديفينيتيف تريتمنت بتاع المايوما؟ سيرجيكال ده في صوره مايمكتومي او استراكتومي. مين اللي عملها مايمكتومي يعملها استراكتومي؟ مين اللي هعملها مايمكتومي؟ لو عايزه اليوترس طبعا، لو ست عايزه اليوترس يبقى لازم هعملها مايمكتومي. طب ايه الريسك او السايد افكتس بتاعت المايمكتومي؟ ريكارنس طبعا، ما انا سايبه اليوترس وسايبه الهايبر ما هي هايبر استروجينيك ستيت او جيناتيك، ما هي موجوده، اللي طلع لها مايوما في الاول هيطلع لها مايوما تاني، ما انا سايبه اليوترس، فبالتالي الريسك اوف ريكارنس موجود ان هو يجي لها مايوما تاني، وده لازم اكونسل بيشنت اباوت ان انت انا سايبه لك اليوترس عشان انت عايز تحملي، احملي بسرعه بقى لان خلي بالك ممكن ترجع المايوما تاني وتاني. ومشكله المايوما ان هي عندها مشكلتين، ان انترا اوبرتيف سيفير بليدنج من اكثر العمليات البلادي اوبريشنز هي المايوما، بوست اوبرتيف سيفير اديشنز اكثر العمليات.
دي عايزه فيرتيليتي وانا جبت لها بايديا اديشنز. ايوه ما هو انا هعمل ايه؟ ما هي مضطره اسيب اليوترس واحنا عارفين ان السايد افكتس بتاعت المايماكتومي اديشنز. خلاص انا مضطره اعمل كده، ما هو ما قداميش حل تاني. حل تاني هيبقى هيستريكتومي. طب ما هي مش هتحمل خالص 0% اوف بريجننسي، لكن لو في اديشنز مش هيبقى 0% بريجننسي ريت، هيبقى بريجننسي ريت اعلى من 0% شويه. فعشان كده مضطره ان انا اعمل لها هذه الاوبريشن. فلازم نبقى عارفين واحنا بنكونسل البيشنت. لو انت سبت اليوترس عملت مايماكتومي فقط، خلي بالك انه ممكن يحصل ريكرنس للمايوما، بلس ان هي برضو في ادهيجنز حواليها بتتكون، لان اتز يعني اكتر عمليات بيحصل منها بوست اوبريتيف ادهيجنز. طب لو انت شلت اليوترس ايه الدروباك؟ انها مش هتحمل. لكن طبعا اكيد مفيش ريكرنس، ما انت شلت اليوترس بالسيرفكس خلاص، ما انت بتشيل اليوترس بالسيرفكس، وقلنا فيري رير ان هو يحصل برود ليجمنتري مايوما، فبالتالي انت بتشيل اليوترس بالسيرفكس مفيش ريكرنس، بس مفيش بريجنسي، بس مفيش بريجنسي. فانت بقى مع عيانتك بتشوف هي احسن ان انا اعمل لها هيستريكتومي ولا احسن ان انا اعمل لها مايماكتومي. طبعا المايماكتومي او الهيستريكتومي ممكن يتعملوا لابراسكوبيك، ممكن تعمل لابراسكوبيك هيستريكتومي، لابراسكوبيك مايماكتومي طبعا لو هي سبسيريس مايوما، لكن لو هي سبميوكس مايوما يبقى هيستروسكوبيك مايماكتومي خلاص. واليوترس ده ممكن تشيله باللابراسكوب او اوبن، يعني تفتح بطن العيانه وتشيل اليوترس ابدومينال ابروتش، او تشيل اليوترس لابراسكوبيك ابروتش برده منظار البطن، او تشيل اليوترس فاجينال. ممكن اشيل اليوترس هيستروسكوبيك، ايه رايكم؟ يعني ممكن اشيل اليوترس ثرو ذا كافيتي اوف ذا يوترس؟ اه طبعا. ازاي اشيل حاجه انا عايز اشيلها واشيلها يعني ازاي يعني؟ لا طبعا مش حاجه اسمها هيستروسكوبيك هيستريكتومي، يعني مش حاجه اسمها كده اصلا، حشيشه رهيبه خالص. طيب هل ايه رايكم في الفايبرويد يوترس ده يتشال فاجينال ابروتش؟ ممكن، بس اليوترس كبير، ازاي هقدر ان انا اشيله فاجينال ابروتش؟ لازم يبقى اليوترس صغير عشان اشيله فاجينال ابروتش. فعشان كده لو بعمل هيستريكتومي هتبقى يا اما اوبن يا اما لابراسكوبيك يعني، لكن مفيش حاجه اسمها هيستروسكوبيك هيستريكتومي. ازاي كتب هيستروسكوبيك؟ انا كان قصدي مش حاجه اسمها كده طبعا، دي تحشيشه، حشيشه كبيره يعني. فاجينال، فاجينال انا ليه عامله عليها انترجيشن مارك كده؟ لان اليوترس اصلا كبير، فازاي ان انا اعمله يعني. عمرو ما تحطش الصوره اللي كان فيها هيستروسكوبيك. فده بالنسبه للتريتمنت اوبشنز بتاعنا. وطبعا انت في ايدك التولز كلها، عارف الانديكيشن والسايد افكتس بتاع كل تول، فبالتالي انت اللي تقدر تحدد مين العيانه اللي هعمل لها كذا، لان كله ممكن، كله ممكن اهو، كله اسمه تريتمنت اوف فايبرويد، بس مين اللي هيتعمل لها ايه انت اللي بتحدد. في سؤال في الفايبرويد؟ لو هي بيدنكليتد سبسيرس او بيدنكليتد سميوكس اكيد مش هعمل لها هيستريكتومي، يعني هعمل لها مايماكتومي يا اما هيستروسكوبيك مايماكتومي يا اما لابراسكوبيك لو هي سبسيرس. يعني مش محتاجه ان انا اشيل اليوترس ده، هي اساسا بيدنكليتد، ده بس احط كده يعني كلامب ومشرط وخلصنا. اوكي طيب ممكن ان احنا نسلق بقى الامتحان، فهتحدد